بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، أهلا بكم في الندوة دي، يشرفنا حضوركم. إحنا كنا في المجمع الملكي البريطاني للمحاكمين المعتمدين، كنا عملنا استفتاء في 23/9/21، كنا قدمنا فيها كده كذا مقترح لإيفنتس نعملها لسنة 22 عشان نقدمها للهيد كوارترز في لندن. وكنت حضراتكم الأعضاء يعني اختاروا بعض الإيفنتس من الليست اللي احنا عملناها. كان في تم اختيار ثلاثة توبكس هندسية وثلاثة توبكس ليجل، فمن الحاجات دي أول إيفنت من الإيفنتس الهندسية اللي هي قانون 182 والتحديات تطبيقه من الناحية الهندسية. إيفنت الثاني هيكون عن مطالبات فقد الإنتاجية loss of productivity claims، إن شاء الله دي هنعملها في شهر 9 وهنستضيف فيها خبير من أمريكا إن شاء الله، ودي هتتعمل in conjunction مع الـ AACE. وفي برضو إيفنت عن الوساطة والـ adjudication فصل النزاعات، دي إن شاء الله برضو هنعملها يمكن later برضو إن شاء الله، فدي الحاجات الهندسية لسه بقى حاجات legal هتطلع برضو إن شاء الله. طبعا أنا يشرفني المشاركة مع زملائي الأعزاء دكتورة سلوى، أستاذ حازم، والأستاذ جرجس. الندوة دي بصراحة ندوة يعني يمكن إحنا كمهندسين بالذات نتشوق ليها صراحة، عشان دي أنا بحس إنها موضوع جدلي ناس كتيرة بتتكلم عنه بس مش واخد اهتمامه، يعني اللي هو قانون 182 وهل في مشاكل تطبيقية من الناحية الهندسية في صياغته مثلا. وبس عايز انوه بس ان احنا الاوبجكتيف احنا مش بنهاجم القانون، احنا بس كل الحكاية هل السؤال هل في مشاكل في صياغة القانون بحيث ان هو بيؤدي الى ممكن عدم وضوح، وده يؤدي الى مثلا نزاعات، وبالتالي احنا عايزين نعرف نتناقش فيها من الناحية الهندسية ومن الناحية القانونية. فإحنا كمهندسين بنوجه للسادة المحامين أسئلة، وبعدين إحنا بنحاول نتبادل وجهات النظر عشان نشوف لو القانون فعلا هل المفروض محتاج صياغة أحسن ولا لأ. يعني طبعا أنا أقدم لكم طبعا المتحدثين، خليهم كل واحد هيقدم نفسه. أنا هبتدي بنفسي، أنا وليد النمر، خريج جامعة أمريكية والحمد لله بدرس في جامعة أمريكية برضو. عندي 25 سنة تقريبا خبرة في مجال الهندسة، وبعدين معظمه في إدارة العقود يعني والمطالبات. سلوى فوزي، كونتراكتس دايركتور في شركة اتريوم بروجكت مانجمنت، وبحاضر في الجامعة الأمريكية، بدرس فيدك ومطالبات وإدارة المشتريات، ومعايا ماجستير في construction law ودكتوراه في القانون. حازم رزقانة، شريك مؤسس لمكتب رزقانة وشركاء للمحاماة، ويعني يمكن أعجز واحد هنا بقى لي 40 سنة في المهنة، ويعني جزء كبير جدا في العمل كان في مجال فض المنازعات والتحكيم والوساطة في عملي. جرجس عبد الشهيد، افتخر ان انا قاعد جنب استاذي، وانا كنت متخرج من الجامعه الامريكيه اقتصاد وحقوق القاهره، الاثنين عملتهم في نفس الوقت فنرد شويه وبس. فانا عضو في المحكمه الاي سي سي وعضو اللجنه الاستشاريه لمركز القاهره الاقليمي للتحكيم. شكرا يا جماعه. حاجة يمكن طريفة أحب أذكرها، إن إحنا امبارح كنا إحنا اتفقنا على الأوتلاين بتاع الإيفنت، وقلنا امبارح كده نجتمع نتناقش بس في الموضوعات just briefly يعني، وقلنا نص ساعة ساعة لربع، لكن الموضوع خد مننا عاد نتجادل ونتناقش ساعة ونص ولسه كنا هنكمل كمان. فطبعا المحاضرة دي طبعا الإيفنت ده مش لا يوفي خالص حق الموضوع، وإحنا حقيقة بنهدف إن إحنا هنطرح بس هنتكلم عن ثلاث بنود فقط، يعني حتى مش كلها بشكل شامل بس ثلاثة فقط، لأن الموضوع ده بصراحة هياخد إيفنتس أكتر من إيفنت واحدة يعني.
تنظيم الايفنت، احنا دلوقتي طبعا زي ما انتم عارفين احنا عايزين مشاركتكم، يعني طبعا الناس الحضور والناس الاونلاين. فاحنا هنتناقش زي ما قلت ثلاث بنود. هناخد اول بند، بعدين طبعا هيكون انا، يمكن انا والدكتوره سلوى هنكون بنطرح للاستاذ جرجس والاستاذ حازم اسئله على البنود دي، واحنا وهم هيردوا علينا يفيدونا فيها. وبعدين بعد البند الاولاني هنستوب وهنعمل هناخد كومنت او سؤال واحد من عندكم، واحد من الحضور وواحد من الاونلاين. الاونلاين انتم ممكن عندكم في البوكس اللي هي كيو ان اي دي ممكن تحطوا السؤال بتاعكم، او ممكن ترفعوا ايديكم واحنا المهندس يحيى هيخليكم تتكلموا. يعني بعدين هنروح للبند الثاني ونعمل the same thing. البند الثالث بقى هنفتح خلاص ال questions and answers، اي حد عنده تعليق عنده اسئله ونجاوب عليها ان شاء الله. طيب اوكي، احنا كده ممكن نستارت. انا بس هعمل sharing screen على ال صحيح. كنا عايزين بس نسأل عشان دي برضو كان الحاجات اللي أنا قلت للأساتذة، الأستاذ حازم والأستاذ جرجس، أكيد المهندسين هيكتسحوا الإيفنت ده. فهل كم واحد مهندس لو ممكن تريز يور هاندز؟ طيب الأونلاين، طيب ممكن برضو تريز يور هاندز؟ أنا مش عارف أشوفهم من هنا صراحة. يمكن اوكي out of 100 في لحد دلوقتي 43 وطالع اونلاين. طيب تمام اوكي as expected يعني. طيب احنا دلوقتي هنبتدي. انا I shared the screen. طبعا انتوا هنا ممكن تتابعوا معانا النص من خلال الشاشات عندكم هنا. طبعا اول ماده اللي هي بتثير التساؤل لينا هي ماده ال تعديل حجم العقد. فمادة ستة طبعا الأول مادتين احنا بنروح للائحة التنفيذية. انتوا زي ما عارفين القانون نفسه في القانون واللائحة التنفيذية، فاحنا اللائحة التنفيذية فيها تفصيل أكتر، فاحنا هنتجه يعني هناخد من اللائحة التنفيذية في أول اثنين، وثالث واحد هناخد القانون لسبب هتعرفوا يعني. فبتي بالنسبة أستاذ جرجس والأستاذ حازم، مادة 96 بتقول يعني هنا مع ذلك إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد فيتم التعديل بما لا يجاوز 25% من كمية كل بند لعقود المقاولات. أنا حقف هنا إن أنا استوقفني صراحة حتة مصطلحين ومع ذلك إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد. تعديل العقد اللي أنا فهمه منه تعديل سعر العقد أو contract price ما احنا بنسميه، دي أول جملة. فيتم التعديل بما لا يجاوز 25% من كمية كل بند. So تعديل العقد، الحجم العقد حاجة وكمية كل بند حاجة. وبعدين اللي بيحصل انه مثلا ممكن جدا كميات العقد بتزيد وتنقص وتزيد عن 25% بكتير، مثلا كميات الحفر، كميات الحديد، كميات التشطيب. ولكن في نفس الوقت في بنود ممكن تقل برضو، ساعات حجم العقد نفسه ما بيتغيرش، يعني مثلا ممكن بتغير حاجة قليلة جدا، يتغير أقل بكتير من 25%، بينما مواد بنود تانية تتغير أكتر من 200% ولا حاجة زي كده. فأنا اللي أنا فهمه، فطبعا ده عمل لي أنا صراحة ارتباك شديد جدا في صياغة البند. وأنا كنت متوقع مثلا أن ممكن البند يقول أن إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل مثلا بنود كل بند لعقود المقاولات او اي بند لعقود المقاولات بما لا يجاوز 25%. خاصة يا اما نركز على البند يا اما نركز على سعر العقد مثلا. فاحنا بنتكلم على لو استلزم ان سعر العقد يزيد، فمثلا فمش هيزيد اكتر من سعر العقد نفسه عن 25%، او لو البند نفسه هيزيد مش هيزيد عن 25%. لكن هنا في سعر العقد وفي
كل بند. واحنا حتى كمان احترمنا احنا هنشير للفيدك في الندوه دي على بس سبيل الريفرنس، مش على ان يعني حاجه. الفيدك نفسه فيه مصطلحين لسعر العقد، في الاكسبتد كونتراكت اماونت اللي هو السعر عند الاسناد، وفي الكونتراكت برايس اللي هو المتغير. فبس هل شايفين في تناقض في الحته دي ما بين يعني تعديل العقد او حجم العقد وانه بيتطرق لي كميه كل بند؟ يعني والله انا متصور ان هو يعني طبعا بنود العقد هو بيتكلم على بنود التنفيذ زي ما انت قلت، الخرسانه مثلا، الحفر، البنود، فده جزء من دي البنود اللي مقصوده هنا، ان هي ما تزيدش كل بند من دول عن 25%. بس في الاخر هو هيبقى فيها تعديل للعقد، لان هو سواء بالزياده او النقصان، لان لو زودت ال 25% مثلا من بند الحفر مدى وزاد سعره، فده هيعتبر فيه تعديل في العقد. انا متصور ان هم دوت اللي هم اللي ماشيين عليه في التنفيذ، ان تغيير البند دوت هيؤثر في العقد نفسه في التعديل بتاعه. تالي يعني مجلس الدولة ممكن نستخدمها كالمقياس لإزاي أرية المادة دي، ويعني استنادا لتفسير مثلا أحد المستشارين في مجلس الدولة اللي هي الجهة المنوط بها أنها تفصل في أي قضايا خاصة بنزاعات مع جهة الإدارة، غير طبعا لو الموضوع راح للتحكيم. فمنهم المستشار حمدي عكاش اللي هو واحد من أشهر الناس اللي مشيت في العقود الإدارية، وبالذات عقود الخصخصة لو تفتكروا هوجة الخصخصة دي بعد الثورة، بالذات العقود اللي اتلغت. تفسيرهم كان أن حجم العقد هو مجموع الأعمال أو الأصناف المكلف بإنجازها ويقابلها القيمة المالية الإجمالية التي تم التعاقد عليها. فالأصل العام بالنسبة للقضاء في مجلس الدولة ليه ما هو العقد هو حجم الأعمال والأصناف، فده الجزء الأهم بالنسبة للقاضي لما بيبص على المادة دي. فبالنسبة له أن أنا زي ما حازم بيقال، لو أنا النهاردة أنا كنظرة قاضي ببص أن حجم الأعمال هو قصدي حجم العقد هو من الآخر كده، أو زي ما احنا بنسميها البيل اوف كوانتيتيز باللغة الدارجة بتاعتنا، هو ده الأصل العام اللي بيوازيه بعد كده سعر معين. فأي تغيير في الأصل العام بتاع العقد لازم يقابله تعديل في العقد، either بقى باكستنشن اوف تايم أو بأحجام. بتهيألي ممكن ده this is how القضاة يكونوا شايفينها، ممكن تكون مختلفة فعلا على المهندسين، بس المهندسين في الآخر لازم يشوفوا نظرة القضاة، عشان at the end of the day conflict لازم هيروح ل قاضي، وفي الغالبية العامة هيبقى قاضي مجلس دولة. فده قراءتهم للحتة دي يا دكتور وليد. طب أنا بس ممكن دي برضو بتستوقفني حاجة التي الجملة بتقول ما يوجب تعديل العقد، فتعديل هنا زي ما حضرتك تفضلت مثلا سعر العقد فيتم التعديل، فهنا بقى التعديل بتاع العقد نفسه as a whole بما لا يجاوز 25% من كل بند. فهو احنا كنا الاول بنتكلم على سعر العقد as a whole، وبعدين بنتكلم على برضو سعر التعديل نفسه، التعديل جاي على الاثنين. طبعا اللي ممكن يحصل ان بنود كثيره تتعدل، لكن سعر العقد نفسه ما يتغيرش او يتغير بشكل ضئيل جدا. والموضوع ده بقى يعني فيه إشكالية كبيرة جدا، لأن في إثبات بذات في عقود اللي هي إعادة القياس هي ريميجرد كونتراكتس. طبعا يعني كلمة إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد بالمفهوم ده، أوف كورس طبعا هيستجد، طبعا هو ريميجرد كونتراكت هو أصلا كده. فحتى كلمة إذا الشرط ده غريب شوية، يعني هو طبعا في الريميجرد هيكون فيه طبعا. فيمكن برضو دي الحاجة اللي شوية الإشكالية في القانون. أنا يمكن أحب أسمع منكم أنتوا في التجربة، ولكن أنا متهيألي بالنسبة للعقود الإدارية هم بيحاولوا قدر الإمكان إنه يبعد عن الريميجرد. يبقى هو عنده العقد واضح جدا في المناقصة إنه كل حاجة موجودة، بنود الكميات موجودة، ما فيهاش
فرصة للتحرك، لأن هو لو نتذكر العقود أو تركيبة القانون ده كله راكب على محاولة البعد عن الفساد والشفافية والإيكوال أوبورتيونيتي والفرصة الواحدة بالنسبة للجميع، فهو بينظر لها لكده، إن أنا هو جامد حبة عن فكرة عقود الفيدك أو العقود في القطاع الخاص في تركيبته للطبيعة العقد. فعشان كده هو هنا بيتكلم على أنا عندي كميات واضحة أنا متفق عليها من الأول، أي تغيير فيها ما فيش مساحة جامدة جدا. فعشان كده بيقول أنه كل تغيير في بند بالبنود أنا هيبقى فيه تعديل في العقد عشان يمشي على إجراءات تعديل العقد. يعني ده تصوري، ويمكن نحب نسمع من بتجربة الناس اللي اشتغلوا، بس ده التخيلي في القانون. يعني هو في مبدأ 117 المقادير والأوزان، في اللائحة 117 في اللائحة، هو كان بيتكلم على التغيير أو التعديل اللي هيحصل سواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل. فهو مع صياغة المواد اللي احنا بنتكلم عنها بخصوص 96 بالذات تعديل حجم العقد، هو كان متاخد في الاعتبار ان كمياتها تتغير، لان زي ما هو واضح في 117 ده متاخد في الاعتبار، ولكن ورغم كده برضو قال هيبقى تعديل العقد، وزي ما نشوف الشروط اللي احنا شايفينها صعبة شوية بتعديل العقد، بس هو متاخد في الاعتبار ان هيحصل تغيير في الكميات. غير كده برضو لو القانون كان بيتجه إلى اللمسم مثلا، فأصلا لا يعتد بالكميات أصلا في اللمسم، ما هي الكميات دي بس كده في الجايد، لكن حتى مش ما فيش هيذكر تعديل كل كمية كل بند وكان في اللمسم. اسمحي لي دكتورة سلوى بالتجربة كده، أما نقرأ ويعتبر المقاول مسؤولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان، وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب، ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات بشأنها. بالنسبة للفئات ما عدا عن صحة المقادير والأوزان، أنا يعني ما أعرفش، فهو يعني هو أنا متخيلي مع الإدارة، وما اشتغلنا مع الإدارة، ويمكن كان في تجربة مع دكتور وليد مع الإدارة في حاجات، إن هما very rigid بقدر الإمكان، يبقى بقاش في تغيير. أنت أول ابحث الوضع، علشان هو كل تفكيره في التعاقدات ديت وهي بتتعمل، إن هو ومن التجارب القديمة من القانون القديم من أيام قانون 9 من الثمانينات، إنه بيفكر إنه لا أنا هعمل عقد مثلا بمليون جنيه وبعدين ينتهي بخمسة مليون علشان أنا عمال أزود أزود أزود، فيعني بيحاول بقدر الإمكان لا أنا ما عنديش روم. طبعا في العقود المقاولات صعبة جدا الحكاية ديت، لأنها في حاجات كتير بتظهر، ولكن هو بيحاول بقدر الإمكان يعمل، عشان كده حاطط المعايير الريجيد حبة في كيفية تنفيذ الزيادة. يعني ده وجهة نظري بس، يعني طبعا بتجارب الناس حد ليه حاجة. يمكن زي ما الدكتورة سلوى قالت، فهمي برضو لكلمة الفئات اللي المقاول اللي هي غير قابلة لإعادة النظر دي فيها، ودي برضو تتماشى مع العقد الريميجرد من ناحية اليونت ريتس نفسها. دي لو حصل مثلا سي adjustment حصل prices escalation حاجات زي كده، يبقى المقاول خلاص المفروض الريتس دي يعني sufficient. although طبعا في مادة اللي هنتكلم فيها بتاعت الفورمولا على الأسعار وكده، فلأن طبعا لو احنا افترضنا ان هي بتخش في موضوع الكميات برضو، يبقى هنا هتطرح نخش في موضوع مسؤولية التصميم، لأن طبعا المصمم هو اللي بيحط الكميات، فهل المقاول مسؤول عن الأكيوريسي بتاعة الكميات بتاعة البي أو كيو؟ طبعا تخش في موضوع تاني، بس احنا think احنا كده دخلنا في the first point. دكتورة سلوى عندك انت سؤال تاني صح؟ بالنسبة برضو لنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية، هنلاقي إن في شروط لتعديل العقد بما لا يتجاوز 25% من كمية كل بند. لو بصينا على الشروط هنلاقي إن الشروط دي مش عملية قوي في عقود المقاولات. فعندنا مثلا
احنا طبعا عارفين العقود الريماجر بيحصل يعني غالبا هيحصل اكيد تعديل في الكميات، فبما لا يجاوز 25%، يعني لو حتى في 1% في التعديل هنلاقي الشرط الثاني الحصول على موافقة السلطة المختصة او مجلس الوزراء. السلطة المختصة دي ممكن تكون الوزير، فهل لو في بند في المقايسة اتغير بنسبة 1% طبقا للشروط دي هنضطر نرجع للوزير او مجلس الوزراء حسب الحالة مع كل تعديل. وبرضو في الشرط الرابع اعداد ملحق للعقد متضمنا تلك التعديلات، فهل ده معناه ان احنا مع كل تعديل حتى لو كان احنا بنتكلم في بما لا يجاوز ال 25% فايا كانت كميه التعديلات، هل لو 1% على بند في المقايسه هنقعد نعمل تعديل لكل العقد مع كل تغيير في كل بند؟ عندنا برضو الشرط الثالث ان تكون تلك التعديلات على بنود العقد الاصلي ذاته وبالشروط والمواصفات ذاتها والاسعار المتعاقد عليها. الحقيقه احنا زي ما كنا بنقول برضو في العقد ريماجر اللي هو على اساس الوحده دي طبيعه العقود، فهو بيتكلم ان احنا هنعدل على 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 البنود العقد الاصلي، بس هنلاحظ ان قانون 182 ما تعرضش للاعمال المستجده خالص. يعني قانون 89 القانون الملغى بقانون 182 تعرض للبنود المستجده، بس قانون 182 ما تعرضش خالص للبنود المستجده وما قالش هنتعامل معاها ازاي. اخر نقطه بقى الحقيقه مش موجوده في اللائحه، هي موجوده في القانون نفسه في ماده 46، وهو شرط بالنسبه لعقود المقاولات يعتبر شرط غريب جدا، برضو شرط علشان تتعدل الكميات بما لا يجاوز 25% ان تعدل مده العقد الاصلي اذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزياده او النقص. يعني مدة العقد ممكن تتعدل طبقا للزيادة أو نقص الكميات فتتعدل بالزيادة أو النقص. هو الطبيعي في عقود المقاولات إن مدة التنفيذ بتتعدل مش بالزيادة ونقص الكميات اللي في المقايسة، يعني احنا ممكن يكون عندنا بند في المقايسة كميته تزيد 24% ولكن ما يكونش على النشاط نفسه، ما يبقاش على مسار الحرك، فبالتالي المقاول مش هيتعطل اساسا فمده التنفيذ مش هتزيد. وممكن بند تاني يزيد 1% كميته تزيد 1% بس يكون على مسار الحرك، فالتعديل اللي بال 1% ده ياثر على مده التنفيذ ويؤدي لزياده مده التنفيذ زياده كبيره مش متناسبه مع ال 1%. يعني احنا مش بنقيس بالكميات، مش بنقيس مده التنفيذ بالكميات رغم ان القانون نص على كده. وبرده مش المعتاد في عقود المقاولات ان يحصل نقص في مده التنفيذ، يعني مدة التنفيذ بتزداد لا تنقص حتى لو كان في حذف. يعني حتى في الفيدك لما بيحصل حذف الأعمال ما ينفعش إن الإنجينير يقول إن إحنا هنقلل مدة التنفيذ، بيتاخد في الاعتبار مع أي فاريشن تاني أو مع أي مطالبة، مع أي أمر تغييري أو مع أي مطالبة تانية بتمديد زمني يتاخد في الاعتبار الأعمال اللي تم حذفها، لكن الحذف نفسه لا يؤدي إلى نقص مدة التنفيذ. فأحب أسمع تعليقات منكم على الشروط اللي احنا شايفين ان هي مش عملية خالص في عقود المقاولات. لا هي حسب الأحوال فأنهي شرط هو الكريتيكال باث مادة 46 عندنا، هي مادة 46 الحتة بتاعت التعديل. لا دي حاجة تانية، دي نقطة تانية. لا هي في المادة 96 بتاع تعديل الجدول الزمني بحسب الأحوال. بس أنا هي صحيح، هي أنا أصلا كنت لسه هعلق على كلام الدكتور سلوى، هقول مكتوب حسب الأحوال، بس الموضوع من ناحية الهندسية غريب قوي إن أصلا يذكر تعديل البرنامج الزمني حتى لو بحسب الاحوال. واحنا هنشوف دلوقتي في الماده، هنشوف يعني بعد شويه في الماده بتاعه غرامه التاخير اللي هي اصلا عن التاخير ما ذكرش اصلا تعديل البرنامج الزمني، ودي حاجه طبعا مهمه. بس ليه يذكر اصلا البرنامج الزمني اللي هي بحسب الاحوال؟ ليه يذكر صراحه في القانون وفي اللائحه التنفيذيه؟ يعني هي برضو دي حاجه زي ما دكتور سلوى قالت، زيادة أو نقص الكميات دي مش دي الحاجة اللي بتعدل البرنامج الزمني، في حاجة اسمها مسار الحركة، في حاجة اسمها، فما كانش يذكر أصلا كنص. يعني دي كانت فكرة، مش عارف دكتور سلام كنت عايزة تزودي حاجة. أنا كنت عايزة أقول هي
صراحة بتنص أن تعد مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص. فهو النص صريح إن ده بمقدار اللي بيتناسب مع الزيادة أو النقص في الكميات. فدي نقطة نحب نسمع كده نظر. أوكي. If I may يعني لو حد هنا من جهة إدارة، بس هي جهة الإدارة جهة متخوفة شوية أكتر من البرايفت سيكتر، فهي تفضل أن يكون عندها الفليكسيبيليتي جوه القانون أو اللايحة علشان تقدر تعمل حاجة بدل ما تبقاش مكتوبة وتضطر تفسر هل هي كده بما أنها مش مكتوبة يبقى تقدر موظف العام يعملها ولا ما يعملهاش. أوكي. وطبعا الرجوع للسلطة المختصة ده أريح حاجة للبني آدم في الآخر، الخمس توقيعات اللي احنا بندور عليها في كل ورقة علشان at the end of the day نعملها. ال 25% دي actually ده ربع قيمة العقد. فاحنا لو النهاردة بنتكلم على عقد بمئات الملايين من الجنيهات أو الدولارات في بعض العقود المقاولات زي ما احنا شايفين مثلا المقاولات الخاصة بالنقل دي كلها مئات من الملايين من الدولارات، فيعني 25% معناها 25 مليون دولار لو العقد 100 مليون دولار which is a lot of money، يعني فلوس كتيرة جدا. يعني أنا أرجع للوزير لو محتاج، لو هي دي بالنسبة لي السلطة المختصة أو رئيس الجهة الإدارية لو هو ده السلطة المختصة المعني بالشق ده أو الموافقة على هذا بتاع. وهرجع أقول لحضرتك، هرجع بس برضو أن العقد أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات هو حاجتين: واحد ضمان المصلحة العامة، وأن الميك شور أن الكوربشن هيقل as much as possible. دول حاجتين هما دول الايه الأمبريلا العامة للجزء ده. فالنهاردة وأنا المشرع وهو بيكتب بيحاول يميك شور في الحاجات دي، وساعات فعلا طبعا بيتزايد في الـ في الـ في الـ في الحاجات. فالزيادة والنقصان لو أنا مثلا النهاردة لو بعمل مستشفى عام، ده عقد إداري خلاص بما أنها مستشفى عام، لو أنا التايم بلان، وده أنتوا بتكلموا لي بيرسون مش مهندس أوكي، لكن لو التايم بلان مكتوب أن أنا هعمل النهاردة المبنى الأولاني عشان مثلا الأرض بتاع المجاورة مش لسه جاهزة للسويل ولا وتاب، فعملت أول مبنى وبعد كده طلبت جيت أنا كمقاول أخش على المبنى التاني اللي هو مثلا يمثل 25% من إجمالي العقد، وجهة الإدارة قالت له لا استنى أقف على هنا ما تعمليش المبنى التاني، مش ده لو تايم بلان ده هيؤدي إلى نقصان المدة. فيعني فده إدت فليكسيبيليتي. أنا عارف أن مثلا لو أنا بعمل مبنى ممكن أنا بكون عملت السويل مش عارف إيه أو الحفر كله للحتة كلها، بس ممكن يكون في عقود تبقى فيزد، بس at the end of the day هو جدول معين ممكن النهاردة لو شلت منه حتة كبيرة تقلل المدة. يعني I think it is foreseeable أن يبقى في حاجات تقلل فيها المدة، وزي ما احنا كنا بنتكلم امبارح ان ده رابط حاجتين عقد التوريد وعقد المقاولة، فالتوريد بالذات اكيد فيها نقصان. خدتها جري صحيح، فعلا كنا بنتكلم امبارح وبصينا القانون ده في جزئيه مش عارف تتطور اشكاليه ولا ايه، بس هو رابط كل العقود مع بعض في ماده واحده، فبقى يعني ادي الباسكت موجود في كل حاجه، وكل واحد بقى ما يجي ينفذ العقد يدور على ايه اللي هيحتاجه، اذا كان عقد مقاوله، اذا كان عقد توريد، اذا كان عقد ايجار يعني او عقد خدمه. فيعني فالماده دي بتطبق، يعني بتكلم على 25% بالنسبه لعقود المقاولات و15% من كل بند لباقي العقود. فباقي العقود ممكن لو كان عقد ايجار، عقد توريد، عقد خدمه، ممكن ان هو تنقص مدته اذا حصل. وعشان كده هو سايبها مفتوحه بحسب الاحوال. بس بس ممكن نخلي الاسئله بس لاخر، معلش انا اسف، بس اخر البند هناخد سؤال وتعليق وبعدين زي ما احنا اتفقنا. انا بس عايز اقول استاذ جرجس كلامك منطقي جدا، بس انت هتلاحظ لما انت بتتكلم انت ذكرت الحجم العقد كذا مره وانت بتتكلم، بعدين قلت لو شلنا حته، بس القانون مش بيقول كده. القانون عشري الاشكاليه انه بيتكلم على كل بند، سو مش حجم. طبعا لو حجم اوف كورس انت قلت 25% من البلايين ماشي بس لا احنا بنتكلم من البند الواحد. فطبعا مثلا لو احنا واحد في السايت زي ما الدكتوره سالو قالت الحفر زاد 1%،
هتنطبق عليها كل ال7 شروط دي لو الخرسانه مثلا زادت 1%. لو طبعا في ري ميجرد كونتراكت ات از يعني كومبليتلي امبراكتيكال، فهي يعني عشان هي متوقع طبعا ان الحاجات دي الكميات هتزيد طبعا، فلو كل زياده في البند هيكون هنطبق الاجراءات دي. هنا بقى هنا الاشكاليه، لو القانون كان قال مثلا زي ده اللي كنت قلته في الاول، لو قال ان هو لما ما يوجب تعديل حجم العقد بما لا يجاوز 25% من سعر العقد مثلا، ماشي، دي مفهومه، دي مفهومه كومبليتلي. ولو ال7 دول هيتحطوا يكونوا موجودين كشروط، دي برضو مفهومه. ولكن القانون قال كل بند، يمكن زي ما الاستاذ حازم قال يمكن الموضوع داخل فيه بقى كوربشن انتي كوربشن ولا حاجه زي كده، لكن كصياغه دي بس المشكله انها. وانا طبعا يمكن برضو ك ما نتعامل مع الجهات الحكوميه في مشاريع، الموضوع بقى الملاحق والموافقات وكده بتاخد وقت طويل جدا يعني. ف اي ثينك انا حطيت نقطه على الاختلاف فيه، اوكي. وهرجع للنقطه الدكتوره سلوى في الجزئيه دي. لو هنبص على ال7 شروط، اول شرط خالص بيقول لك يا اداره التعاقدات لازم تقولي لي ان في ضروره واسباب داعمه لهذه التعديلات، اوكي. ده نمره 1، دي اللي مكتوبه. وبعد كده هتلاقي في كل احكام مجلس الدوله، اوكي، بيقول لك الحق بتاع جهة الإدارة أنها تزود دي لازم تحقيقا لصالح المرفق العام. فمش متصور أن يبقى فيه تعسف من جهة الإدارة أنها تستخدم المادة دي أنها تزود بند الحفر وتقول لك إيه أنا ليه 25%، فإيه احفر لي الحتة الزيادة دي وخلاص، عشان مثلا لو مقاول جاي بعد كده يشتغل على الحتة المحفورة وأنا ده حقي علشان أنا عندي up to 25%. ده مش تحقيق لمصلحة للصالح العام، وما فيش ضرورة في العقد ده أن الموضوع يكون اتعمل. فممكن يكون البارامتر يكون هو ده. هرجع لنقطة الدكتور وليد، فهي حتة حجم العقد. تفسير القاضي أتليست أن هو مجموع أعمال وأصناف مكلف بإنجازها. فأنا النهاردة لو أن أنا ما أقدرش أخد أقول له زود الحفر 1% فول ستوب، لازم الحفر ده يكون جزء من عمل معين أو جزء من حاجة أنا مكلف بإنجازها. لو الموضوع مرتبط بكده I think أنها المعادلة هتتظبط شوية، لكن ما ينفعش بس أقول إيه زود لي حديد، اشتري لي مثلا في البيو كيو أنت قايل نحاس وخلاص. أنا أشك تماما، أو بلاش أشك، I think أن المقاول لأرجومنت كبيرة بس لو جاله طلب بزيادة البيل اوف كوانتيتي لأيتم من الأيتم من غير ما تكون حاجة مرتبطة بالأعمال. وده رأيي، وI think we can يعني ليها حيز ويدافع عنها كويس قوي أمام جهة الإدارة. طيب اتفضل. عليها يمكن هي مسألة الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء، يمكن هل مثلا للتعاقد يبقى له لجنة تعاقد، يبقى هي ليها حق إن هي يقترح إن يكون في لجنة للتعاقد اللي هي لها حق إن هي توافق على النسبة ديت في الحدود ديت، لأنها بدل ما يبقى أطلع لغاية مجلس الوزراء مثلا أو لغاية الوزير ممكن يعني. وانا متهيألي في كل جهه دلوقتي وفقا للقانون لابد يكون عندها جهه يعني اداره للتعاقدات هي اللي بتباشر اعمال العقد، فممكن يكون لها السلطه في التعديل في الحدود ديت. ممكن، ولو ان هو مكتوب او مجلس الوزراء كتبها تحديدا. بس انا لو كملت برضو على كلام الدكتوره سلوى، فمثلا حاجة زي رقم 5، الحصول من الإدارة المالية على سماح البند في حالة التعديل بالزيادة. هو طبعا الحاجة المهم ان احنا ناخدها في الاعتبار، البي او كيو دي اللي بيحطها الديزاينر المصمم، وهي طبعا خاضعة للخطأ. يعني الكميات دي بالذات في الريميجرد اصلا مش معمولة باكيوراسي، هي الريميجرد كده تقريبية، وساعات اصلا بيكون في يعني اخطاء
من الديزاينر. والمقاول طبعا السكوب بتاع العمل يعني اللي بيحكمه الرسومات المواصفات، مش بس البي او كيو يعني، بالعكس البي او كيو في الاولويات المستندات بتاعت العقد تحت خالص، يعني اهم حاجه المواصفات واللوح. فلو الكميات طلعت الفعليه اكتر من كده فخاص يعتد باللوح والمواصفات يعني. فلما جملة الحصول من الإدارة المالية على سماح، طبعا كلمة سماح دي صراحة برضو يعني كلمة غريبة قوي، يعني هو التصميم بيلزم بتنفيذ اللي في اللوح والمواصفات. لو التصميم ده عشان ينفذ التصميم ده الكميات هتكون أعلى من اللي في البي او كيو، فكلمة يعني ما فيش سماح. هو خاص لو التصميم هيتنفذ فما ينفعش مثلا لو الخرسانه كميتها المفروض تكون اعلى، الحديد المفروض يكون اعلى، ما فيش بصراحه دي ما فيهاش سماح، يعني لازم تتنفذ. فدي شويه برضو غريبه جدا من ناحيه المنطوق يعني. انا شاكك تماما ان الماده دي غرضها انها تدخل في الري ميجرمنت كونتراكت. يعني انا بتهيألي الغرض الماده دي اكتر ان انا لو انا اتفقت معاه ان هو يعمل 3 مباني ممكن انا اخليه يعمل المبنى الرابع، لكن هو ده حجم الاعمال في تعريفي انا او في مفهومي انا لعقد زي ده. لكن ري ميجرمنت ده لازم زي ما حضرتك بتقول ان يعني لو هم قايلين 5 طن حديد لازم هيطلعوا 6 طن، مش هي دي اللي انا محتاج فيها زياده او نقصان ل 25%. لكن انا يعني من مفهوم المواد دي اتس اول اباوت ان انا النهارده كنت متفق معايا على حجم اعمال بالشكل ده، لا انا عايز ازود على نفس حجم الاعمال الحاجه دي. فعشان كده انا مش شايف ان هي it is BOQ related، بس في نفس الوقت لازم يبقى associated لعمل معين، مش زود لي حتى يعني عايز اخد مثلا مثال حتى للتبسيط لعقود التوريد. لو انا مثلا بورد قطوره وفي البي او كيو في ان الاطوره دي هيبقى فيها عدد معين من الكراسي كلها جلد، والجلد ده مش عارف ايه لازر ايه بتاع، انا اعتقد ان جهه الاداره مش هيكون ليها حق انها تقول لي ايه زود لي 25% من الكراسي واروح مستخدم الكراسي دي في اطوره تانية. يعني ده بالنسبه لي يبقى تعسف جهه الاداره في ان تستخدم حقها في حاجه زي كده. والتفسيرات بقى تخش في نقطه المقاول يقدر يعمل ايه. يعني يمكن حته سماح البند هنا نقدر نقول ان هو يقصد بيها ان في اعتمادات ماليه موجوده لتنفيذ الزياده، القيمه الماليه للزياده، علشان ما يبقاش بينفذ وهو ما عندوش اعتمادات ماليه طالب اعتمادات جديده. فهو علشان يحط زياده في المشروع لازم يبقى متاكد ان عنده الاعتمادات الماليه، والقانون ده ابتدى بكده. يعني هو قال ان انا لو هطرح او انا هعمل لازم يكون عندي الاعتمادات الماليه الموجوده للتعاقد عشان اقدر اخش فيه. فيمكن هو ده المقصود بيها بالفقره دي تصوري. هو ما بيتكلمش على البند بند مثلا الحفر او بند بتاعه، بيتكلم على البند المالي في الموجود عند للاعتمادات الماليه يعني. انا عندي بس تجربه في الموضوع ده الحقيقه. كان في احدى الشركات كنت بشتغل فيها كان الاداره الماليه كانت بترفض أي مستخلص بيتخطى القيمة العقد اللي عندها، وبتقول لا أنا لغاية ما ألاقي سماح في الميزانية عندي للبند ده. ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. المقاول شغال في الموقع وشغال على رسومات ومواصفات، الكميات اللي في العقد كميات تقريبية، فهو ما بنقدرش نوقف شغل في الموقع بس مش بنصرف له، لأن ما بقاش فيه، لأن إدارة المالية طبقا للقواعد عندها اللي هي ممكن تكون قريبة جدا من الشروط دي بالنسبة لها مش هتصرف لأن ما فيش ميزانية، والمقاول شغال وبنقعد بقى نتحايل عليه يعني هنجيب لك فلوس إن شاء الله كمل، مش هينفع يوقف شغل. لا بس لا يعني هو ده كان مقاول، هو ما يخصوش إن إحنا يبقى عندنا سماحية ولا يبقى عندنا ميزانية، هو يخص الرسومات والمواصفات وبينفذها. ومش ممكن هيوقف الحفر عند كمية معينة اللي موجودة في المقايسة وهي مش ما بتوفيش مجال الأعمال. مش عارف. طب بالتجربه دكتوره سالوه، هل مثلا اما بيعمل بند او بيعمل بند تعاقدي يعني تكلفه للعقد، مش بيعمل له كونتينجنسي نسبه بتبقى موجوده علشان لو حصل زيادات؟ لا انا بتكلم على المالك. أيوة بيبقى عنده
بالظبط. ما هو هنا بقى ما فيش، ما هي دي النقطة اللي احنا كنا اللي هي استوقفتنا، دي النقطة اللي استوقفتنا، إن هنا في مواد في الشروط هو ما فيش سماحية، هو المفروض يكون في سماحية، والسماحية لو موجودة ده مش هيحصل. طب على الأقل، على الأقل لو تعدين مثلا في الكميات نتيجة للكميات المنفذة فعليا إن هي زادت أو قلت بما لا يجاوز 25%، الشروط دي ما تطلبش. أنا تهيألي المواد دي لا تنطبق على الريميجرمنت. يعني أنا النهاردة لو بنفذ نفس حجم الأعمال اللي أنا مطلوب عليه من أصل العقد، لكن الطلب مننا وكان ريميجرمنت كونتراكت، فالكميات البيو كيوز تقريبية، النهاردة مش أنا مش هخش كل مرة في عقد تعديل أن أنا طلع بدل ما يكونوا 5 طن إكس بقوا 7 طن. الموضوع مش يعني أنا بتهيألي المادة دي مش هي دي اللي بتتكلم عليها، ممكن المادة تبقى 117. المشكلة إن القانون ما فصلش، والاصل في المواد دي ان هي ريميجرد. يعني لو رحنا اساسا المقايسه في عقد لمسم احنا احيانا ما بيبقاش عندنا مقايسه خالص، فالنصوص دي بتنطبق علينا كاولاد في عقود الريميجرد مش في عقود اللمسم. انا مش لازم يكون عندي فئه لكل بند في عقد لمسم. بس هقول لحضرتك، هي الفئات بتبقى مهمه علشان البرايس تشينجز وكل ده، فهي هتلاقي فهتلاقي ان لازم يبقى فيه مع جهه الاداره بي او كيوز ايرسبكتيف، لكن بس في المعادلات يعني بالذات في الزمان ده، ان انا النهارده لو انا عايز اغير الاسعار وعايز اعمل وفي بعد كده بيدنج على الفئات محتاج الايتيمز as far as I understand، بس I'm happy to hear otherwise. هو يمكن برضو نرجع للصياغه، الصياغه بتقول ودي اللي عامله المشكله، كلمه كميه كل بند. هو لو كان قال سعر كل بند مثلا، بس كميه كل بند دي على طول الواحد بيفكر في الريميجرد. بعدين بقى كمان النقطه بتاعتك كمان، هم القانون بقى بيحاول يعني ياكد الحته دي، يقول مثلا رقم 3 ان تكون تلك تعديلات على بنود العقد الاصلي، كمان بيؤكدوا ان لا دي في العقود في البي او كيو الاصليه، عشان الكميه دي بنتكلم على بي او كيو كميات فقط كوانتيز. فاكشلي زي ما الدكتور سالو قالت، الحاجة الغريبة جدا ان البنود المستجدة دي في اي variations مثلا بتزود حاجة بيكون في بنود مستجدة، فهو كأنه مثلا بذاتنا كانت في 89 مش موجودة، دي حاجة يمكن الـ غريبة. طبعا زي ما قلت لكم الموضوع بيسرح مننا ودي حاجة متوقعة، بس احنا كان الموضوع التاني اللي كنا عايزين نتكلم فيه ان هو لو بصينا على الجملة بتقول انه لا بس بتقول ان طبعا ان لا يجاوز 25% على ان تراعي اداره التعاقدات كذا كذا كذا، وبعدين وبس سكت القانون على كده. طب هو الحاجه الفقره اللي ناقصه بقى، وفي حاله تجاوز ال 25% ايه بقى؟ عشان طبعا دي بتحصل ان يعني انا تجربتي الشخصيه كل حد عنده راي، مثلا في الموقع محامي معظم المحامين بيقولوا اصل في حكم مش عارف اداري، ممكن مثلا حتى كتب واحد يقول في كتاب لا ما انت تروح المستخلص الختامي تعمل كذا تعمل، لكن القانون مش بيقول حاجه يعني. فهو هل من دراستكم للقانون هل في طبعا احنا اثنين احنا كلنا متفقين ان ما فيش نص اصلا يعني، فالموضوع متساب للناس. طب بس هو ايه الموقف القانوني لو حصل تجاوز فعلا؟ ما يعني كنت عايز اعلق بس ان القانون 89 كان ذاكر الموضوع ده، يعني كان مجاوز ال 25% كانت مذكوره في قانون 89 بس ما ذكرتش في 182. تالي هو 89 كان بيعالجها ان هو بيبقى يعتبر كانه في حكم تعاقد جديد، بيحصل اتفاق كأنه حكم تعاقد جديد، كأنه ده بيتفق على أسعار جديدة بما يتجاوز 25. هنا سابها مفتوحة ما ذكرهاش خالص، بس تصوري ان هم ماشيين على نفس المبدأ لان هو ما اتكلمش فيها باعتبار ان ده يعتبر كأنه تعاقد جديد، فما ذكرهاش هنا خالص. ولكن انا احضرني فتوى كانت مجلس الدولة كان بيتكلم على مثلا حالات لو زاد عن 25% مش بطلب من المالك، ولكن مثلا زي كانت فتوى على مسألة الحفر، ان هو لو الحفر استمر ولقى نفسه ان هو وصل البند ده 40% ده مش محتاج موافقات، لان ده بطبيعة العمل وهو شغال لما تعمل له الميجرمنت عدى طلع معدي مش بطلب
من الجهة بالزيادة. يعني دي فتوى كانت طلعت في ال كانت طلعت طبعا على قانون 89. ما انا كنت لسه هقول لان قانون 89 ما كانش مشترط الشروط دي. بس يعني اللي انا فاهمه ان ده اللي ماشي في العمل. مش عارف بقى لو في حد عنده تجربه مخالفه. هل احنا متفقين قبل ما ننهي البند ده ونفتح المجال سؤال وكومنت، هل احنا متفقين كلنا ان البند ده محتاج توضيح في الصياغه، ان في حاجات فيه ناقصه، ولا انتوا شايفين ان هو صياغته طبعا بالنسبه لاخر نقطه القانون ده بيجوب 89 كومبليتلي، فلو في حاجه موجوده في 89 مش موجوده في ده خلاص هي مش موجوده يعني. فانتوا ايه رايكم جنرالي في صياغه البند ده 96؟ لا مصارع الحديث اللي هنتكلم فيه هو محتاج توضيح اكتر، بس قد يكون بقرارات تنفيذيه او تضاف للائحه يعني، بس محتاج توضيح طبعا. طبعا تماما يعني تخيلي الايشو هي على يعني ايه حجم الاعمال اللي تزيد، ولا هي برضو تتطرق للريميجرمنت ولا لا، عشان it would be very unfair لو هي في الريميجرمنت كل شويه اخش اعمل تعديل لعقد وكده. هنس احنا شايفين متفاهمين دلوقتي اكتر ليه انا مش كل ريميجرمنت وزياده حاجات معينه اضطر اعمل تعديل في عقد، ولا هاخد بند سماح من الاداره الماليه زي ما دكتور سالو قال. تمام طب ناخد اتفضل. من 3 سنين او من 4 سنين فاتت، فبرضو it's irrelevant. النقطة الاخيرة اللي حابب اقولها برضو نفس الحكاية الابروفل بتاع الحصول من الادارة المالية على السماح البند، مفيش سماح والاعمال دي critical وعلى critical path وهتأخر مدة المشروع التعاقدية، وبعدين هنعمل ايه؟ واخر نقطة برضو حابب اقولها الا يؤثر ذلك على اولوية المتعاقد في ترتيب عطائه. طب what if during execution give variation order في العطاء what will happen؟ هيحصل termination، هيحصل suspension، ايه اللي هيحصل؟ النقطة دي بقى هي النقطة الجاية. دي اللي بالظبط يعني انا ممكن اعلق على نقطة من يعني في حاجات انا متفقه اساسا ان دي اسئله احنا مش لاقيين لها اجابات الحقيقه، بس بالنسبه ان يعني يكون تعديل خلال مده تنفيذ العقد ولا يدخل فيها مده الضمان، هي دي من وجهه نظري المقصود بيها ان ما فيش، مش هيبقى مسموح ان الجهه الاداريه تدي اوامر تغييريه بعد انتهاء مده التنفيذ. مده تنفيذ العقد دي يعني انا مش شايفه ان هي مده تنفيذ العقد التعاقديه، دي ممكن تكون تشمل اي تمديد زمني، يعني مش مسموح بالتعديلات في خلال مده الضمان. قريب من الكونسبت بتاع الفيدك. سؤالي ان هي لسه ما جاليش الديترمينيشن، يعني انا فتره المشروع خلصت ودي كيس عندي اكتشلي، فتره المشروع خلصت وما عنديش ديترمينيشن اكستنشن اوف تايم المقدمه، وفي نفس الوقت عندي فاريشن اوردر. بس انا ممكن اقول حاجه ان خدت تسليم ابتدائي ولا لسه؟ لا ما خدتش لسه استلام ابتدائي ولسه بخلص يعني في تنفيذ الاعمال التعاقديه، وباعت كليم مطالبه زمنيه ولسه ما جاليش ابروف، وعندي فاريشن اوردر بعد انتهاء مده التنفيذ التعاقديه او التاريخ التعاقدي لنهايه المشروع. واتس ذا كيس ده؟ ودي كيس عندي اكشوال. انا
البند ده بيخاطب طرفين، اوكي. الجزء الكريتيكال هو بيقول للمقاول ان انا كجهه اداره ليا بافر ان انا ازود البي او كيوز بنسبه 25% بنفس السعر اللي انت اديتهوني في العطاء، بس ده مش معناه ان انا كجهه اداره مش يعني انا ممكن اعمل فاريشن اوردر بس في الوقت ده بعد مثلا مده التعاقد، بس في الوقت ده المقاول يقدر يقول له اوكي بس بدل السعر دولار هيبقى ب 10 دولار. الشرط بتاع ذات الاسعار هو اللي هنا كريتيكال في المده، لكن لو انا مده العقد خلصت اي حد يقدر يعمل فاريشن اوردر. بس البند ما بيقولش كده حضرتك. الشرط ما بيقولش كده. طبعا معلش، هو الشرط الموجود ده اسقط الفتره اللي بتتكلم عنها. يعني هو بيتكلم عن بيقول خلال مده التنفيذ ولا يدخل فيها مده الضمان. وارد قوي يبقى في مده في النص لا هي ما حصلش اكستنشن، ما حصلش تمديد زمني، وبالتالي هي مش في مده التنفيذ بس احنا مش في مده الضمان. هو الشرط ده اسقط المده دي اللي بتبقى موجوده في معظم عقود المقاولات بالظبط. فهي هي فتره معلقه فعلا، مده التنفيذ اللي في العقد خلصت بس الاعمال ما خلصتش. ويمكن يحضرني كان في تحكيم كنا فيه، ويحضرني ان حصل فيه ايه. حصل فيه ان هو نتيجه ان الاوامر التغييريه ديت جت في خلال الفتره المعلقه دي اللي هي نومان زون ديت، كانت النتيجه ان هيئه التحكيم اسقطت غرامات التاخير، ولا تعتبر ده في امتداد ان اوامر التغييريه دي جت في الوقت دوت فاسقطت غرامات التاخير واعتبر ده امتداد للعقد. مش عارف ده كان تصرف سليم ولا هو في وجهه نظر في الحته دي. كان دكتور وليد عمل ويبينار عليه في وجهه نظر. اي وانت تو هايلايت ا بوينت. لا الموضوع مش ستريت فورورد. اي وانت تو هايلايت ا بوينت. ان يعني حضرتك لما كنت بتتكلم على الاكزامبل بتقول قلت بالظبط كده كريتيكال فور ذا كومبليشن اوف ذا وركس. اوكي انا رايي المتواضع ان الماده دي بتتكلم على actually تغيير الworks by extending it ل 25%. فيعني أنا النهاردة لو الworks زي ما هي ما تغيرتش لكن bill of quantities هتتغير تتغير، أنا في اعتقادي أو في رأيي القانوني أن مش المادة دي اللي هتتطبق. otherwise يبقى أنا مع كل BOQ revision هضطر أعمل تعديل العقد which is going to make it completely unreasonable. وكده أتفهم الconcern. لو تسمح لي حضرتك من واقع التجربة العملية اللي بيحصل، بيجوا كل فترة زمنية يعني مثلا كل 5 شهور 6 شهور بنجيبوا كل البنود اللي زادت. هو طبعا مش كل بند 1% أو 2% هيعملوا القصة دي، بيعملوا grouping للvariation orders أو الchanges سواء بالplus أو minus، وبيبعتوها سواء بقى لهيئة المجتمعات whoever الجهات المختصة، وبيعملوا لجنة تسعير، وساعتها بيبتوا بقى في في ال. بس انا الحته دي بقى كريتيكال للكونتراكتور، ليه؟ ان هو امتى هينفذ؟ هل المقاول هينفذ؟ ولو ما نفذ هيطبق عليه غرامات تاخير في حال الاعمال هتاثر على الكومبليشن او على كريتيكال باث بتاع المشروع. فهو ده الحته الكريتيكال الصراحه، واحنا دايما كمقاولين بنضطر ننفذ الاعمال ونبروسيد فيها ومش عارفين هناخد فلوسنا ولا لا. هي دي المشكله الحقيقيه. مش ممكن حد في سؤال هنا في ال. طيب اول حضرتك برضو كده طبعا تجاوزنا السؤال الواحد، بس كنا عارفين كده التعليق اللي هو في مبدا عام اللي هو مبدا سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ما ينفعش يوقف الشغل، لكن هو بيكمل الشغل بتاعه ويطالب الاداره بالتعويض عن الاعمال الزايده سواء مطالبه مباشره او من خلال مجلس الدوله. وده مبدا مستقل عليه في مجلس الدوله في احكام الاداريه العليا وتوحيد المبادئ يعني. فعلا لا يجوز الدفع. انا فهمت السؤال المهندس فيما لو انه خلاف حوالين جدوى هذه الاعمال ومدى تاثيرها على يعني إمكانية تنفيذها من قبل المقاول. فعلا في مبدأ اسمه الدفع بعدم التنفيذ. هذا المبدأ استقرت أحكام مجلس الدولة على أنه لا يجوز في العقود الإدارية، اللي أن أحكام مجلس الدولة أيضا
وخاصة منها الحديث استقرت على أنه يجوز الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية إذا كان الإخلال من جهة الإدارة إخلال جسيم ويراه مجلس الدولة كذلك عند عدم يعني موافاة المقاول بمستحقاته المالية عن عقد المقاول. وأعتقد أن أوامر التغيير هينشأ عنها مستحقات مالية للمقاول تجيز له أنه يدفع بعدم التنفيذ. أنا بس بكمل المعلومة. شكرا لك. ممكن بس الميكروفون هنا. عايز بس أتكلم في موضوع 25%. تفضل. موضوع ال 25% لكل بند. حضرتك النهارده لما اجي مثلا عندي ان انا مثلا في رقم 5 الحصول من الاداره الماليه ده هيبقى انا بحصل من الاداره الماليه عشان اوصل للاعتماد المالي للجهه الاداريه، لان انا في مخصصات ماليه على اساسها انا بطرح المشاريع بالنسبه للجهه الاداريه. تمام. لكن انا النهارده ممكن في عقد كويس بند يزيد 25% بند يقل 25% في النهاية أنا يعني ممكن أنفذ العقد وبند يقل وبند يزيد من غير ما أطلع برة قيمة العقد، ما كنش يعني قيمة العقد ثابتة زي ما هي بس البنود اتغيرت خلاص. طب أنت هنا حضرتك بتلزمني بند ليه مادام أنا اشتغلت ونفذت المشروع بالمخصص المالي اللي حضرتك ألزمتني بيه واللي اطرح بيه المقاولة؟ فانت النهارده ليه يعني الزمتني بموضوع بند ان انا ما زدتش عن 25%؟ اذا كنا بنتكلم على 25% من قيمه العقد فهو ده، نرجع بقى للكونتنجنسي اللي حضرتك اتكلمت عليها، هي دي 25% بتاعت الجهه الاداريه اللي انا دلوقتي بطرح المشروع وممكن المشروع ده يزيد 25% عن قيمته اللي انا طرحتها بيه. لكن ايه الداعي لبند يعني ايه فلسفه المشرع في ان هو يحط لي بند هنا؟ موضوع ان العقود هنا ريميجر دي فلسفه حكومات ده على مستوى العالم، ان انا بعمل شيرنج للريسك مع المقاول لان في الاصل هي دي مشاريع حكوميه والمفترض ان ما تكونش ربحيه وبتاثر على حياه المواطن بالدرجه الاولى، فانا يعني لازم اشارك كجهه اداريه في الريسك، فمن هنا جت ان هي تبقى ريميجر. طيب لازم المشرع يبقى فاهم ايه هو الريميجر، واصلا انا يعني انا كنت اتوقع ان انا افهم فلسفه المشرع ونفسي اسمعها من حضراتكم، يعني ليه زنقني في 25% على البند؟ صور ان هو زنق 25% البند عشان التوقعات، يعني انا ما يجيش مثلا بند، او برضه هنرجع تاني لفكره الفساد وان انا اروح جاي بند ده بند كسبان جامد جدا، انا داخل في المقاوله وداخل بالبند ده البند الحصان الاسود، يعني انا داخل بيه ده النسبه بتاعته المارجن بتاعه عالي جدا انا داخل بيه، وبعد ما اخش المقاوله يروح طالع البند ده 100% والبنود الثانيه اللي انا خسران فيها تروح نازله لأكتر. فهو علشان يعمل التوازن في العقد محدد سعر. وبعدين الحاجة التانية، طب انت لو سبتها مفتوحة المفروض ان انت بتحدد التنفيذ بالسعر اللي انت متفق عليه تعاقديا. طيب انا دلوقتي انت كمقاول تعرف ازاي لو البند ده، انا قلت ان البند ده مثلا ب100 جنيه المتر وبعدين بصيت لقيت انا بقى البند ده بقى 100% او 200% بعد سنة من الشغل ممكن أخسر جامد، فهو محدد حدود عشان يبقى فيه توقعات المقصود بيها. أكتر من كده إحنا بنقعد ونتفق، المفروض إن إحنا نقعد ونتفق نشوف هنعمل إيه، لو هعدي 25% تعال نقعد ونتفق نشوف السعر الجديد هيبقى كل بند مع على كل بند، يعني الحقيقة ده مش عملي خالص تماما. موضوع إن صحيح حضرتك برضو عشان الكوربشن وممكن يبقى فيه بند مربح أكتر من بند تاني، يعني ده يعني بمنتهى البساطة أنا لما أجي مثلا أعمل كومباريزون ما بين كل التندرز اللي مطروحين قدامي، أنا ممكن أعمل كومباريزون بالآيتم مش لازم بسعر التندر نفسها، بالآيتم وأسأل بقى ده حاطط سعرك عالي ليه هنا في البند والتاني مش حاطط ليه هنا. لكن أنا بتكلم في طريقة تنفيذ حضرتك دلوقتي، الكلام ده ما بيتطبقش على الأرض كويس، وان انت تلزمني ان انا اسال الاداره الماليه ده حقك عشان نشوف في مخصصات ماليه قد ايه، بس انا ممكن ما احتاجش اطلع بره ال 100% بتاعه العقد خاطر جهه الاداره برضو. ما أنا هو مش انت اللي بتسال، يعني هو المفروض جهه الاداره اما تيجي تقول انا عايز 25% هي هتبقى عامله الحاجات دي قبل ما تجيلي. تمام، بس انا ممكن افضل برضو وزن البادجت بتاعي وما اطلعش بره قيمه العقد، ما احتاجش فلوس زياده عشان اخد عليها اعتماد، لكن جوه العقد نفسه في حاجات هتقل وفي حاجات هتزيد،
ده اللي بتكلم فيه. بلس بقى ان انا ممكن كجهه اداره كويس استلم المشروع على حالته لان مفيش مخصصات ماليه كويس. فممكن اقول له خلاص انت وقف لي المشروع على البند ده وده 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 ونضخ بقيه الفلوس في البنود دي، لان الدراسه من الاول زي ما اتفضل دكتور وليد ممكن تبقى غلط وده وارد جدا وبيحصل. فانا هنا استفدت ايه؟ يعني انت النهارده انا عايز اعرف ايه الاستفاده ان هو يحصرني في بند بند. احنا بس احنا زي ما قلت لكم امبارح الموضوع ايه يعني موضوع كبير جدا، واحنا اصلا فات ساعه ودخلنا بس في بند واحد، فهنعمله هندمج بقى البند الثاني والثالث اللي عايزين نتكلم فيهم وبعدين نفتح بس نفتح نبتدي مع مش عشان الناس اللي في اونلاين نبتدي بيكم الاول في الاسئله يعني ان شاء الله. السؤال الثاني موضوع أولوية العطاء، زي ما انتم شفتوا في الشروط كان في موضوع أولوية العطاء، فعندنا سؤالين هنا. اولا ايه تعريف أولوية العطاء بالضبط قانونا؟ طبعا فضلا عن السؤال اللي سأله المهندس دلوقتي، طبعا وده منبثق من السؤال بتاعنا، هو طب افرض أولوية العطاء حصل لها يعني حصل خلاف فيها ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طبعا الشروط كلها اصلا تنطبق عليها كده، بس ده سؤال منبثق من السؤال الاولاني. السؤال الثاني بعد موضوع ايه هو أولوية العطاء، ان هو البند عندنا القانون ذكر أولوية العطاء مرتين في المادة 96 احنا شفناها، في المادة 98 انا بس هعمل شيرنج السكرين 97 عشان هطلعها دلوقتي، بس المصطلح اللي مستخدم كان ان هتطبق المعادله هيتحسب ممكن تقراها لو بتقول ويجب احتساب اولويه المتعاقد في ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق المعادله ذاتها على باقي العطاءات الاخرى. تمام. انا السؤال بقى هنا يعني في 96 قال بس موضوع أولوية العطاء وسكت. طب هنا قال ان وذلك بعد تطبيق المعادله ذاتها على باقي العطاءات الاخرى. طبعا لو الكميات زادت نتيجه حاجه في التصميم فطبعا المتناقصين التانيين دي مش مشكلتهم، فالطبيعي ان كصياغه برضو كان يتقال وذلك بعد زياده مثلا الكميات مثلا على المتناقصين التانيين مثلا، لكن القانون فرق بين الاثنين خلى دي اوبن شويه والثانيه حددها بانها هنطبق المعادله على الباقيين. ف ممكن ان انتربريتيشن تكون ان لا في حجم الاعمال بيعامل المعامله ديفرنت دان المعادله، وبالتالي المقاول ده مظلوم لان هو اللي بياخد البردن بتاع زياده الكميات لكن المتناقصين مش هيضاف ده ليهم مثلا. فانتوا ايه رايكم في السؤالين بقى يعني ايه هو اولويه العطاء وبعدين السؤال الثاني اولويه العطاء يعني وفقا لقانون 89 احنا عندنا مظروف فني ومظروف مالي، فهو بينظر الى التعاقد فنيا وسعريا وبيحدد مين افضل فيهم سواء من الناحيه الفنيه والماليه. اولويه المتعاقد في الترتيب هو دلوقتي اللي هو لما كسب هنا في الوقت دوت كان هو مثلا الاحسن فنيا والافضل سعر، فده خد الأولوية بتاعه. أما بيجي يحصل زيادة في الكميات المفروض إن هو ما يجي يعني على حسب ما في التجارب اللي احنا شفناها إن هو بينفذ نفس المعادلة دي في بالنسبة للمقاولين الآخرين ويشوف في الحالة دي هل هو لو حط زود الكميات اللي زادت دي وأضاف نفس الكميات الآخرين هيتتغير المعادلة هيتتغير المعادلة بالنسبة له في أولوية عطائه ولا إذا حدث دوت بقى وتصوري إن هما بيعملوها في الآخر
يعني هو بيقعد يعمل لها زي حساب مجنب ويجي في الآخر إيه الوضع بالنسبة له، هل تغير أولوية عطائه ولا لأ، وإذا تغيرت وكان في أسعار أكتر هو هياخدها بيعمل التوازن فيها، فالمستخلص الختامي بيخلصها في المستخلص الختامي إنه يوازنه بالتالي بعديه في العقد، يوازلي بالتالي بعديه في أولوية العطاء لو عمل لهم التوازن ده. ده تصوري ان هما ده اللي بيعملوه، يعني ده المقصود بيها هنا، فمش ان هو بيشوف أولوية العطاء بدون ما يضيف الكميات للآخرين، هو بيعمل المعادلة دي بس تخيل ان هو بيعملها في الآخر، مش بيعملها كل مرة، يعني مش على كل بند، بيعملها على عقد. يعني هل ده معناه ان ده سقف على السقف؟ بس كده يعني المقاول كده بيتقطع من الناحيتين، يعني كده معناه ان هو ان انا عقد ممكن يزيد 25% بنفس الاسعار والكميات اللي احنا اتكلمنا عليها اما تعاقدنا، وبعد كده واحنا شغالين يبقى في الاخر خالص لازم اراعي السكن بيدر ان انا ما زدتش عنه عشان انا ما روحش الكلابوش. فده معناه ان انا النهارده لو زودت ال 25 بنفس الاسعار بنفس الاسعار اللي هي موجوده، لكن انا طلعت فوق السكن بيدر يبقى انا لازم انزل عنه عشان يبقى اراعي البند ده. هي غريبه جدا يعني. انا استاذ حازم برضو، هو حتى لو كان استاذ حازم يعني لو يعني احنا متفقين ان في الصياغه برضو فيها مشكله، لو تزودت وذلك بعد زيادة طبعا أنا أتفق مع الأستاذ ميرجس، الأولية العطاء دي بصراحة it makes no sense ليا خالص، بس حتى لو قلنا أن القانون مشرع عايز كده كانت أتقال وذلك بعد إضافة الكميات الزائدة اللي هي مش ناتجة عن المقاول ولا حاجة زي كده، وحتى يتقال برضو حاجة قلت بتصور في الآخر، طب تتقال في الآخر برضو أن في الآخر يحصل كذا، بس المشكلة أنها مفتوحة وحدش فاهم أولوية العطاء دي إيه بالظبط، وحدش فاهم طب يحصل إيه لو حصل تجاوز، طبعا غيرناها يعني completely غير عادلة ومنصفة يعني هي. وبعدين طبعا المفروض العقد شريط المتعاقدين خاص كان في تندر ونتج عنه إسناد بقى العقد، في عقد دلوقتي، فهنرجع باك للتندرز، وحتى لو إحنا قلنا هترجع باك للتندرز طب ما هو أسعارهم وقت يعني وقتها هي نفس الأسعار اللي هتكون ثابتة خلاص التندر خلص، يعني أسعارهم ممكن في مثلا الظروف اللي احنا فيها تتغير تماما يعني. بس دي حاجة كنت عايزين نقولها. بس لو كان عندك أسئلة أنا معاك إن هي مش أكتر عدالة، بس يعني يمكن برضو هي نفس الفكرة إن أنا يبقى ان انا دايما بمحافظ على صاحب الاولويه في العطاء ان هو يبقى مستمر على طول، نفس الفكره في مساله الفساد والمنافسه بين الشفافيه والمنافسه والايكوبورتيونيتي، يعني جايه من نفس الفكر دوت. يعني هي بس ممكن تؤدي لخساره للمقاول، لان في يعني ممكن المقاول يكون عنده اسعار اعلى من مقاول تاني والف بنو التانيه. لك حاجه، هل دلوقتي في الاخر انا بتالي هو بينظر لها على القيمه العقديه النهائيه، ما بيبصش على بند ان العقد ده اصلا يعني قيمته 25 مليون دولار، فالعقد الثاني ده بقى وصل لكام في النهايه في الاولويات لو انا اضفت نفس البنود للمقاولين الاخرين. ويمكن هي كانت أسوأ في القانون القديم اما كان مش معتمد على فني ومالي، كان معتمد على مالي بس، فبيبقى الاقل سعرا هو اللي بيكسب، فلو انا بينفذ في أولوياته كانت بتبقى بيتضر أكتر يعني، فأكتر من دلوقتي، فيمكن الفني يمكن يزبطها أكتر. طيب كان عندنا برضو حتة جدلية كده بالنسبة للمهندسين، مادة 98 اللي بتتكلم عن التأخير في تنفيذ العقد، في المادة دي في حالة حدوث تأخير في البرنامج الزمني أو في تنفيذ العقد خارج عن إرادة المتعاقد، فيجوز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطائه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير منه. فالحقيقة إحنا ملاحظين هنا أن هي مهلة عندنا في عقود المقاولات، يعني هي grace period، هي مختلفة خالص عن التمديد الزمني. المهلة دي مش بيترتب عليها تكلفة إضافية لو المقاول يستحق تكلفة إضافية prolongation cost، ولكن احنا دلوقتي بنقول ان ده خارج عن إرادة المتعاقد، فوارد جدا يكون سبب رجع للسلطة المختصة او الجهة الإدارية، فبالتالي المقاول بيستحق prolongation cost. فاحنا عندنا كذا استفسار هنا، ليه استخدم مهلة ما استخدمش
تمديد زمني، رغم ان هو في مادة 46 زي ما كنا بنتكلم اتكلم ان تعدل مدة العقد الاصلي، فالمصطلح ده موجود في القانون. ليه جينا بقى عند مقابل التأخير فقلنا اعطاؤه مهلة دون تحصيل مقابل تأخير؟ النقطة التانية برضو عندنا هنا ان في اخر المادة في في القانون الطبيعي في عقود المقاولات ان مقابل، هو طبعا كويس قوي ان هو غير لفظ غرامة التأخير في قانون 89 خلاها مقابل التأخير، فاحنا شاكرين جدا للمشرع ان هو ان هي ما بقتش غرامة. فدلوقتي بالنسبة لمقابل التأخير المعتاد في عقود المقاولات ان مقابل التأخير ده بيغطي هو التعويض الاتفاقي اللي هو التعويض الناتج عن الضرر المتوقع للجهة الإدارية عند التعاقد نتيجة للتأخير. ولكن النص هنا في مادة 48 من القانون نفسه مش من اللائحة التنفيذية، ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. مبدئيا هنا طبعا المتعاقد بيبقى خلاص حدد في العقد مقابل التأخير، وده الطبيعي ان هو ده توقع المقاول ان ده اللي هيطبق عليه في حالة التأخير، ولكن هو مش متوقع بالنسبة له اي اضرار اخرى، فهي ممكن تكون اضرار مش متوقعة عند التعاقد. ده غير ان مش واضح هو مقابل التأخير ده داخل في التعويض المستحق ولا هيطبق مقابل تأخير، وبالاضافة ليه الجهة الإدارية هتطبق عليه التعويض المستحق عما أصابه من أضرار. يعني أنا عايز أرجع للمادة اللي في اللائحة اللي هي بصراحة مجنناني شوية. يعني أنا قلت إحنا مش هننتقد القانون بس واللائحة بس، يعني مش قادر. بس يعني النهاردة المادة دي بتقول يعني أنا السلطة المختصة، لو أنا اللي متأخرة يجوز لي أن أنا إيه أديك مهلة ومش مش مش هغرمك حاجه. يعني انا اتاخر بس يعني انا متاخر بس هديك كده حاجه مهله، حاجه اسمها مهله. فجمله غريبه جدا عشان
في أماكن متفرقة في 46 حتة من 48، يعني الغريبة أن يعني حتى مادة 48 بتاعت مقابل التأخير جي عند تطبيق معادلة تغيير الأسعار للكميات وقال على أن يعدل الجدول الزمني بما يتناسب مع مدة التأخير. بس طب ما هي مش متنظمة نهائي، ده هي يعني حتة كده جت في النص. بس هو قدها كل المادة بتتكلم عن مهمة. انا مع حضرتك هو مش منظم، بس هو قدها في حتة ان لو كان الخطأ من جهة العمل من رب العمل ففي بعض المواد ما يوصلنا الى ان هو ممكن تقدمي كليم اكستنشن اوف تايم بكل معاييره المعروفة في عقود المقاولة. اما هنا هو بيتكلم على الحالة إذا كان بس بيتكلم إذا كانت خارجة عن إرادة المتعاقد، فهو بيتكلم عن المتعاقد وفي حالة إذا كان يطبق عليه غرامات تأخير ولا لأ. فقال إنه لو كانت خارجة عن إرادته ملهاش دعوة بالمالك أو أخطاء المالك، في الحالة ديت هيديله مهلة بس، مش هيديله grace period، مش هيديله extension of time، هيديله grace period ويتحمل معاه وما يطبقش الغرامات. المادة 48 جت كمان وقالت وفي جميع حالات تحصيل يكون مقابل التأخير يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد. ممكن نتعفيه من الغرامات، وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد مقابل التأخير جزئين أو كلين إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. ممكن يعني نص المادة كده الواحد يحس ان المئوي يعني كمئول، انا كمئول، انا مش مئول بس انا كمئول افهم كده ان هو احنا هنعفيك وانت ادفع، يعني هنعفيك من مقابل التأخير بس انت ادفع اوفر هيدز مع ان انت مش غلطان. انا ممكن اتفق، انا كنت لسه هقول انا ممكن اتفق لو في نص صريح ان لو ده نيوترال ايفنت يبقى المئوي عارف ان ده ريسك وشايله من الاول، ويبقى عارف ان اي برولونجيشن كوست في العقود الإدارية بالضبط هتبقى مده زمن تعويض مده زمنيه فقط نتيجه نيوترال ايفنت لاي نيوترال ايفنت، فتبقى الموضوع حتى واضح، يبقى المقاول هو بيتعاقد يبقى عارف ان هو، وده طبعا يعني ده خلاف معظم ستاندرد فورمز اوف كونتراكت، يعني عقود الفيدك بتعوض المقاول عن عن التكلفه الاضافيه الناتجه عن التاخير البرولونجيشن كوست لكل الاسباب النيوترال ايفنتس ما عدا بس الظروف المناخيه غير المتوقعه وبعض اسباب القوى القاهره. غير كده لو عندنا مشاكل في التربة، ظروف مادية غير متوقعة، تغيير في التشريعات، الحفريات، كل الحاجات دي بيتعوض تمديد زمني بيتعوض تكلفة إضافية. فلو النص واضح كده ان المقاول يبقى عارف ان الفلاود الإدارية هو مش هتعوض خالص يبقى نص مفهوم. بس كنت عايز أضيف حاجة من ناحية الـ project management وإدارة المشروعات، وهي يمكن نقطة هندسية شوية. لو حصل تأخير، وأنا متفق مع الدكتورة سلوى، النص مش بيقول نص حاجة خارج عن إرادة المتعاقد، دي شفنا بتدخل فيها حتى تأخير الجهة الإدارية. يعني كنص أنا خلي بالكم إحنا الندوة دي بنتكلم عن الصياغة نفسها، لكن في حاجة مهمة، الموضوع مش موضوع غرامة التأخير وإعفاء وأدينه مهلة، لازم يكون في extension of time علشان المشروع لما يدار عارفين ان في تاريخ نهو محدد كده كله بي monitor progress على اساس التاريخ ده. لو احنا قلنا ما مهلة يبقى كده ثبتنا التاريخ التعاقدي ده وفي مهلة عشان تطبق الغرامة بس كده، لما عايزين نعرف المقاول ده مخلص كم في المية في المشروع. طب يعني كده الموضوع مش واضح خالص، كده لازم يكون في تمديد للفترة الزمنية، ومش على فكرة مش وقت بقى الغرامة، لا وقت من اول ما يكون في يكون المقاول على درايه. مثلا لو مثلا زي ما استاذ جرجس قال حصل اضافه في نطاق الاعمال مثلا واضح بين، المفروض يكون في تمديد مده اصلا معاه، يعني هو المفروض كده يعني. لكن ما ينفعش نيجي على التاريخ النهو التعاقدي ونقول احنا هنديك مهله، لا المفروض المهله المفروض المده تضاف. واذا كان القانون ذكر موضوع تمديد المده او تعديل البرنامج الزمني في حاجه زي ما احنا شايفين كميات الاعمال اللي هي تعتبر كان من باب اولى ذكرها في البند ده بالذات، يعني عشان تمديد المده ده هنا essential. يمكن هي دي كانت البوينتس اللي كنا عايزين نقولها في الويبنار. فاحنا هنفتح طبعا الاسئله كانت مفتوحه، بس احنا هناخد بس سؤال من الاونلاين الاول.
سارة الدكتورة سارة كانت سألت هل الغرامة مقابل التأخير ده بيتخصم من التعويض ولا لا؟ فأنا متأكد إنه بيتخصم دلوقتي، لأن هو الأول كان شرط جزائي، دلوقتي بقى مقابل تأخير جزء من ال يعتبر جزء من التعويض. احنا عندنا الأستاذ محمد خميس بيقول أولوية العطاء بيتم تطبيقها في حالتين، الحالة الأولى زيادة الكميات حتى يتم تجنب العطاءات غير المتوازنة، الحالة الثانية عند تطبيق معادلة تغيير الأسعار مثلا ارتفاع سعر الحديد فالنسبة المتغيرة للحديد يتم وضعها بمعرفة المقاول في جدول الأوزان النسبية للعناصر المتغيرة. هل لكم تعليق على أولوية العطاء بيتم تطبيقها في حالتين، الحالة الأولى زيادة الكميات حتى يتم تجنب العطاءات غير المتوازنة، الحالة الثانية عند تطبيق معادلة تغيير الأسعار مثلا ارتفاع سعر الحديد فالنسبة المتغيرة للحديد يتم وضعها بمعرفة المقاول في جدول الأوزان النسبية للعناصر المتغيرة. بتهيألي الجزء الأوضح أن المادة 96 بتتكلم على الأسسمنت بري كونتراكت، و97 بقى هي الديبيت على إمتى بندرس حتة التأثير على أولوية العطاء. يعني بعد التعاقد ولا قبل؟ لا بعد التعاقد. بعد التعاقد ازاي يعني؟ لو حضرتك هو بيطبقها بالمنظر دوت عشان يقدر زي ما بيقول في المستخلص الختامي عشان يقدر يحدد سعر العقد ماشي ازاي، بيقدر يشوفها بيشوف يحدد سعر العقد ماشي ازاي. السؤال الحاجة اللي مش فاهمها في السؤال انه بيقول ده كومنت بيقول بس بتطبق زيادة الكميات حتى يتم تجنب العطاءات غير المتوازنة، يمكن انا مش فاهم الحتة دي ازاي غير متوازنة. كمية البند دي كانت الزيادة كانت هتحصل كده كده عشان في في مشكلة في التصميم مثلا، فمنطقي انها طالما هتزيد هناخدها في اعتبارنا للمقاول ده، هناخدها في اعتبارنا للمتناقصين التانيين برضو، ان هو لا يد للمتناقصين برضو في الكمية الزايدة دي مثلا، فهي مش متاني مش 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 شطارة الواتر بلندر انا عندي
عندي كوانتيتي في البي كيو، فالناس كلها المقاولين بيسعروا على الكوانتيتي اللي عندي، فما تهيليش هيبقى فيه فارينس الا ديورنج الاكسكيوشن لو في مشكله في الديزاين زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فده اكوردنجلي هو ده هيبقى قيمه الفاريشن بفرق الكوانتيتي. صح يا باشمهندس؟ يعني ده اللي انا فاهمه. وهنا ان انا عارف ان هيحصل فاريشن في باند، وعارف انه هيعلى جامد، فانا احطه بسعر عالي قوي مثلا، وبعدين البنود التانية عارف انها مش هنفذها كلها، فاحطها بسعر واطي من بذكاء المقاول اللي هو بقى ما هيشوف المشروع يقول لك اه والله لا هو محفر ايه ده، انت بتتكلم على ايه ده، البند ده هيزيد 100% هيزيد 200% مثلا، فانا هحط ده بسعر عالي، بس هحط له سعر يعني او البنود التانية هحطها باسعار اقل، فقيمه العقد متوازنه واحسن من الباقيين. اما يجي يحصل الفاريشن بعد كده انا اعدي اجري بالبند ده جامد. يعني هو برضه القانون هنا ممكن، لان هو القانون بيبص على قيمه عقد مش هيبص على بند بند. طب ممكن بس ان تقريبا حوالي ب 100 مليون جنيه، وهو عقد المقاوله ده يعني هو مقاوله وفي نفس الوقت مش مقاوله، يعني هو 80% منه في توريد لاكويبمنت عدد 5 وحدات، وجالي بعد ما تعاقدت، انا تعاقدت في نهايه يناير السنه دي، وجالي اختار في ابريل ان انا يعني هم من حقهم يزودوا الكميات بنفس الاسعار، فبما لا يتعدى ال 25% فهنزود وحده كمان بنفس الاسعار. حتى ده جالي الاختيار ده جاري في ابريل، هو مجرد اختيار، وان هو جاري طبعا طبقا للماده 96 اللي هي التفاصيل بقى، بان هو يعمل ملحق العقد وياخد الموافقه من الاعتماد المالي من السلطه المختصه وما الى اخره. حتى الان انا لا جالي ملحق عقد امضي، والمفروض ان انا مده تنفيذ المشروع ده حوالي 10 شهور، المفروض تنتهي قبل نهايه السنه دي، وانا مش عارف المفروض انا اشتغل بالاختار ولا بعد ما هشتغل بالاختار مش هيحصل اي حاجه من الحاجات دي، وابقى انا يعني خسرت حوالي 20 مليون جنيه، ولا استنى لما العقد الملحق يتعمل والموافقه الماليه وما الى اخره، في حين ان انا فضلت مثبت السعر مع المصنع لفتره محدده وانا خلاص ما قدرتش اثبتها تاني، فبالتالي ان الزياده عندي انا مش هبقى قادر التزم بنفس الاسعار، بغض النظر عن الحته بتاعه الاوزان النسبيه او جدول الاوزان النسبيه بتاعه التكلفه بتاعه كل معده اللي اوريدي هي اتغيرت، والمفروض ان انا اقدم بيها مطالبه تانية يعني طبقا للنشر اللي هتصدر من جهاز التعبئه او الاحصاء في شهر 7، واللي اوريدي انا مش عارف يعني الاندكس اللي هيطلع ده انا يعني في الاخر مربوط بيه وممكن ما يبقاش حقيقي، وفي نفس الوقت انا الحاجه انا ما اعرفش هبقى داخل جواه متاخد في الاعتبار في الاندكس ده فرق سعر الصرف بتاع الدولار ولا لا، وفي نفس الوقت انا الماتيريال نفسها او الاكويبمنت غليت اصلا بالدولار مع المصنع، فانا يعني دي كيس ستادي اللي بيحصل فيها يعني انا المفروض مش عارف ان انا دلوقتي انفذ ولا انفذش، وفيها الحته بتاعه تعديل التكاليف، وفيها الحته بتاعه مده التنفيذ، ان انا النهارده المفروض انا ده كان يخش ضمن مده تنفيذ المشروع، فانا النهارده لا عرفت افتح اعتماد مستندي بالاختار اللي جالي، ان هو جالي مجرد اختار، وفي نفس الوقت انا نتيجه هذا ان الاختار او الملحق العقد متاخر، فانا مش قادر اجيب الاكويبمنت السادس دوت مع الخمسه الاولانيين، وبالتالي خسرت شحن، وخسرت ان انا هجيب خبراء اجانب تانيين وقت الستارت اب عشان المعده السادسه وما الى اخره يعني. فانا في كيس ستادي دلوقتي يعني مش انا المفروض مش عارف اعمل فيها ايه. سعيد جدا جدا بالنقاش ده، لاني كنت منتظره من 28 سنة مثلا، اللي هو لان بالفعل هو very very indicated و very very necessary ان يحصل تداخل اعمق ما بين الجانب الليجال والجانب التكنيكال، وان very particular اللي هو جانب
البروجكت كنترول اللي هو أساسه العمود الفقري البلانينج اند سكادولينج، لأن في أسرار جوه السوفت وير وجوه الكيفية والآلية اللي بيتم بها إنشاء البرنامج اللي أصبح الباك بون العمود الفقري للديسبيوت أفويدنس أو الحكم على الأمور، بيترجم بلغة قانونية معينة يصدر بها أحكام، وهو هو الأساس. ففعلا في أمور مثلا بتعرض على الفلوت ده قد ايه، والايفنت هيأثر قد ايه، ممكن ندي وقت ولا ما نديش وقت. طب السياسة الداخلية to be fair، يعني السياسة الداخلية للمقاول في حقيقة الأمر عنده برنامج مختلف، مش هنقول ambitious plan، بس حقيقة الأمر يعني هو قبل ما بيدي الكلاينت سبميتال عشان يديله approval عليها وتبتدي البروكيورمنت سايكل بالخمسة أساسي بتوعهم اللي هم الكونسلتنت أبروفل وبعدين LC وبعدين فابريكيشن شيبينج كاستم كليرنس ديليفري تو سايت، الخمسة دول في حقيقتهم عشرة جوه شركة المقاولات، في لسه نيجوشيشن وبحث وهو إلى آخره. فهو أونز ذا فلوت، يعني هنا ندخل هو أونز ذا فلوت، لازم السيد الكريم اللي مسؤول عن وضع الألفاظ وكيفية التعاقد والاحتياطات اللي هو بيدرجها في عقد المقاولة لازم يبقى فيه تفاهم، لا سيما ان every project is unique. طبيعة الأمور في أحد المشروعات بيبقى الكلاينت هو اللي حساس لتغيير الأمور فبيحتاط، زي ما بنشوف هنا بالذات زي ما تفضل أستاذ جرجس في ان هو بيتحوط دائما وبيوجد لنفسه gray areas يقدر يتنفس بها عند اللزوم. احيانا بيبقى المقاول هو اللي متاثر جدا جدا بالظروف المحيطه بالمشروع، فهو اللي بيتخذ لنفسه احتياطات، لا سيما وكوركت مي اف ام رونج، ان يعني انا كنت في حالات مشابهه كتير على مدى طويل في برضو بمشروعات عملاقه اداريه، فكان القانون نص القانوني هو جايد لاينز، بعد كده بيحتاج فيرذر ديتيلينج عشان يتحصن، او زي التري كاتيجوريز المعروفه ان هو اما عنده في تجاوزات البي او كيو، ودي نقطة مهمة جدا هرجع برضو للنقطة زي ما قال الزميل المحترم، في فيرست كاتيجوري ان في بند هيتجاوز اكتر within range 1 to 24%، خلاص احنا still in the safe side، you took the risk already لما دخلت المشروع في ال 24% دول او ال 25%، انما لما يتجاوزوا هيبقى في ريجوليشن لهذا الموضوع، لما يتجاوزوا هيخير المقاول اما ان هو يستمر في تنفيذ البند او المالك مع الاستشاري يقره، على بال حضرتك المالك مع الاستشاري في النصوص الجديده عشان برضو عفوا لا يحدث تلاعب من اي من الطرفين، فيقره ان هو يا اما يشتغل باسعار معينه بيحددوها هم بالاتفاق، او اذا اعترض على التنفيذ بهذه المعدلات يدخل مقاول تاني ينفذها دون حق الاعتراض منه. أحيانا بيبقى فيه further agreements إن بس هنا ممكن يتوقف، وقد يكون time is extremely critical، فبيحدث اتفاق أنت استمر وهحاسبك بنفس الريتس عبال ما يبت في الأمر، لأن أنا يعني قد يحصل ركود تضخمي whatever، أقوم يبقى settlement على ريت أقل من اللي حضرتك واخد بيها المؤسسة، فأنا I take the risk you take the risk، فتستمر الأمور، أو ببنود تجاوزت الـ 25% أو أقل، أو بنود أخرى غير مثيلة دي لها آلية معينة، فكل الكلام ده بيتحل. ولكن في الحقيقة أنا شايف، أرجع أكرر أقول إن العمود الفقري لهذا الموضوع هو مزيداً من التداخل والأندرستاندينج بين اللي بيحدد الـ level of detail of the program، الـ procurement cycle هيبقى شكلها إيه، who owns the float، لأنها عملية جوهرية جداً في الحقوق. تاني حاجة، في بعض الحالات قابلتنا وأسف على الإطالة بس مهمة جدا وجوهرية، أولوية المستندات، يعني زي ما قالوا الزملاء المحترمين، يعني أنا لما باجي أعمل بروجرام، والبروجرام عبارة عن إيه؟ عبارة عن خطة أنا همشي عليها فيها level of detail مقبول من الطرفين، فأنا ما جيش أقول لا ده أنا كنت بخطط على أنها 100 متر، فأنا نسيت صفر يا سيدي طلعوا 1000. هل حضرتك كان عندك concept أن دي عشر اللي موجودة في الرسومات؟ فلما يجي حد يقول ده انا مخطط على انها 100 متر وفوجئت انها 1000، انا عايز فاريشن وعايز this is not acceptable not logic، لان المفروض الاولويه هي drawings ثم يعقبها البي او كيو، لانها حسابات ومعرضه لخطا ومعرضه لتحايل ومعرضه لكوربشن والى اخره، الا اذا خلينا صراحه الا اذا تمت بسرعه ضخمه جدا جدا، فبقى it's fair ان انا يعني to look at the بي او كيو
قبل ما ابص على الرسومات واكون الكونسبت، ولو ان ده خطا دي فيري فيري اكسبشنال. فده اللي انا كنت عايز اقوله، ان المفروض يبقى فيه بالفعل مزيدا من الاندرستاندينج عشان تو افويد هذا الكلام. النقطه الاخيره موضوع الزملاء اللي اتكلموا على البند، هو في الحقيقه المشرع والقانوني اللي حط موضوع دراسه البند وبالموافقه والى اخره وعلى مستوى البند، وانه في بعض النصوص القانونيه او العقود اللي عدلت اخفوا موضوع الاوفرول كونتراكت، يعني قالوا 25 جزء ذا والسينج 25 فروم ايفريثينج هيدو 25 ماكسيمم لقيمه التعاقد. انما هو على البند ليه؟ لان البند بالفعل هو يعني ممكن الامور تتغير خالص لما يوصل بعد 25%، فلازم يبقى على البند. في نقطه مهمه جدا واخيره عايز انبه ليها، الليفل اوف ديتيل اللي جوه البي او كيو ده فيري جراي اريا، وقد يعني تو افويد كوربشن تو افويد ميستيك حتى بحسن نيه، ان ممكن انا اقلل الكميه وازود القيمه. فاولا ما فيش كلام على العقد توتالي بكميه، بكميه ايه، حديد ولا اسمنت ولا في ايه، يبقى اذا قيمه فقط. يبقى اذا انا مفروض يا اما اشترط كميه البند وقيمه البند او قيمه البند فقط. انا ممكن انزل لفيرذر ليفل اوف ديتيل واقول البند ده لا، ده انا لما اجي اوصفه صح هيبقى كذا كذا، انا هقلل حجم كم متر مكعب خرسانه بس هزود فيه اضافات كذا وكذا وكذا، بقت قيمته الضعف وهو حجمه اقل في الريتس اللي موجوده بس. شكرا جزيلا. لان حضرتك ممكن المهندس محمود الميكروفون. طيب هو حضرتك برضو كده القانون ما تعرضش لللمسم كونتراكتس، بدليل انه بيقول زياده كميه بنود حتى لو في مقايسه، لان المقايسه الكميات الموجوده فيها ما تمثلش الواقع. حضرتك ممكن يبقى مكتوب 2 وهم اساسا 100 بس في الاخر ما ينفعش يزيدوا كده، هم زادوا 25% من قبل اي حاجه، فهو كده ما تعرضش لللمسم. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو كده فقد مصلحه ليه اللي هو عقود اللي هي اليونت ريتس او البروفيجنال اماونتس اللي احنا بنستخدمها في العقود بتاعتنا دي. كده هو خسر ان هو يثبت سعر حاجه وهو لسه مش عارف هينفذها ولا مش هينفذها، بدليل ان هو كده هتزيد 100% مجرد ما نفذها. دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه، لو هو حاجه بيشوف موضوع الكوربشن، طب انا ليه ما عملتش ليميت للاديشنال، انا عملت ليميت للبنود بتاعه العقد بس، طب ليه ما يبقاش فيه، ما ممكن اديله 100% من قيمه المشروع اديشنال كوست او اديشنال برايس يعني. فدي حاجه برده مشكله ثالثه. موضوع الكوربشن حاجه برده، هو سمح له في معادله تعديل الاسعار بان المقاول هو اللي يحط المعامل لمكونات البند، في حين ان احنا في العقود المالك هو اللي بيحط الايكويشن بتاعه المعادله وبيثبت سعر الايتم، لكن هو ساب للمقاول يحط المعامل بتاع المكون للبند اللي احنا كلنا عارفينه ثابت، عارفين الحديد قد ايه في البند، عارفين قد ايه الخرسانه في البند، فهو فتح له الحته ديت. وفي الاخر بعد كده يقول اولويه السعر بتاع المتناقصين. فيعني هو كل الحاجات ديت هو اغفلها في القانون، ويعني ما لهاش رد بالنسبه لي. شكرا. عايز اخد حاجه من الاخوه الاونلاين عشان ما يكونش في كليم علينا. في سؤال المهندس عمرو عسكر. السلام عليكم، عندي سؤال بخصوص الماده 97 من اللائحه التنفيذيه عن كيفية حساب التغير في الأسعار أثناء التنفيذ في حالة أن المظروف الفني لم يتضمن أوزان عناصر البنود المتغيرة ومعاملتها سواء من جهة الطرح أو من جهة المقاول. هل تحب القانون لو ما كانش حاطط المعادلة ما يتقبلش فنيا، فمش هيتقبل عطاء. طبعا القانون القديم، القانون الجديد قال لك لا يقبل عطاء، واضحه جدا لا يقبل عطاء لو المعادله دي مش موجوده، لا يقبل عطاء. ولو سهوا، لو سهوا ان العطاء اول حاجه
مع جهة إدارية في العاصمة وما حصلش سبميت للمعاملات، وفي مشكلة دلوقتي مش عارفين نطبق الأسعار وبيطلبوا إن احنا نعمل سبميت في المعاملات بالآجل. مادة صريحة بتقول لك تقوم إدارة التعاقدات بتحديد البنود المتغيرة ضمن شروط الطرح من واقع القائمة، وفي حالة عدم تحديدها تلغى المناقصة أو الممارسة. بقول لك وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاء تلك المعاملات اللي هي بقى يتم استبعاد العطاء، فهو يعني لو المقاول ما حطهاش بيتم استبعاده، ولو ما حطتهاش الجهة بتلغى المناقصة. مجلس الدولة اللي كانت صدرت في ظل القانون القديم فعلا قررت انه لن يستفيد المقاول من معادلة تغير الأسعار. الفكرة هنا انه يحاسب المقاول على تغيير السعر سواء بداية من القانون 191 لسنة 2008 او القانون الحديث تعاقدات الحكومية، اعتبر تجاوز معادلة تغير الأسعار من النظام العام، يعني لازم تتطبق معادلة تغيير الأسعار حتى مع وجود معامل، ودي في الواقع العملي ملهاش حل. يعني لغاية دلوقتي ما فيش تطبيقات مجلس دولة، احنا لسه عاملين فتوى لشركة ما، ما لقيناش تطبيقات لمجلس الدولة بخصوص القانون الجديد، ولا من بداية من 191 لسنة 2008 القانون. يعني حاجة غريبة جدا. أنا بس كنت عايز بعد إذن حضراتكم، طالما أنا مسكت الميكروفون بقى أنا كنت فاكر المحامين هم اللي بيعملوا حركات. أنا عدت تمكن عملت كمين هو الفكرة. أنا بس رجوعا لأولوية العطاء، عشان عندنا مشاكل كتيرة منها، إحنا مكتب متخصص في مجال العقود الإدارية، عندنا مشاكل كتيرة قوي من الناحية العملية. أولوية العطاء يعني مفهومها بحسب ما صرح به أحكام مجلس الدولة هو أن يظل المقاول الأفضل سعرا بالنسبة للمقاولين المقبولين فنيا، سواء أو بداية من الطرح المناقصة وحتى إنهاء العقد طوال مدة سريانه وحتى إنهاء هو ده. فكل شوية بيحصل مراجعة على سعر العقد وينتقص، كان في سؤال سيادتك ايه اللي بيحصل، انه بينتقص الفارق، مش بتلغى يعني بنلغى، ينتقص الفارق بالزياده اللي يعني قدر المقاول ان هو ياخده نتيجه تغير الكميات. اولويه العطاء انا بتفق مع التساؤلات بتاعه المهندسين اللي انا، وبتفق مع تعليقاتهم على الصياغه اللي أنا بشوفها أحيانا بتبقى غامضة، وبقول يعني في ملاحظة عامة، إذا كان المهندسين وهم الفئات المعنية بالتطبيق عندهم مشاكل في تلقي الخطاب التشريعي، فأكيد في عوار. أنا كقانوني أنا عندي تحليلات كتيرة قوي ليها لا يتسع المجال لها، بس أنا شايف إن النص التشريعي كده في مشكلة. أولوية العطاء دايما قانون برضو بيلاحظ عليه أنه بيعنى بمسألة حجم العمل، كميات، فين الكيف؟ يعني فيما لو أن أنا عندي مشكلة، كان عندي مشكلة الحمد لله كسبت القضية دي، لأن كان في بند حفر، والبند الحفر كان موجود في المناقصة، فكان الحفر جنب النيل، وتغير كيفية الحفر، يعني التغير ورد على الكيف، ضرب أسس المقارنة اللي بيقوم عليها مبدأ الأولوية. الأولوية لازم يكون في وحدة في أسس المقارنة. طب الكيف ده أمر ما تعرضش في المناقصة، وعملوا نقلوا كده، يعني كان في خاصية اسمها الوتر هامر، يعني عملوا مبنى من فوق الأرض لتحت الأرض، فالحفر كل ما زاد كل ما النسح زاد. أنا محامي فبس شغال في مجال الهندسة، بنحاول نتعلم من حضراتكم. الفكرة انه زاد بند الحفر، الكيفية زادت، الضرب العقد خالص، تغير العقد كما وكيفا، ما قدروش يطبقوا
مبدأ الأولوية واستردينا المبلغ اللي كانت انتخصته الجهة الإدارية. شكرا معكم. أنا بس عايز أقول إن إحنا عندنا 36 سؤال أونلاين، وأنا عارف إن كل واحد منكم عايز يسأل سؤال، بس أنا شايف إن حقيقة الهدف الندوة دي شايف إن هدف الندوة دي فعلا تحقق، إنكم أتليست حصل تبادل، لأن دلوقتي السادة المحامين فهموا بعض ال concerns بتاعتنا، مش كلها صراحة. وبرضو I think احنا كلنا متفقين ان من ناحية الصياغة لا، القانون فيه محتاج تظبيط في الصياغة. يعني هي احنا لو اتكلمنا على المشاكل العملية اصلا الموضوع مش يفوق الوصف يعني. بس احنا عشان كده بس وفقا للمادة 98 انا حاسس ان هيتطبق علينا غرامة التأخير من المركز ولن يعطينا مهلة، فاحنا مضطرين ننهي الايفنت ده دلوقتي، واحنا شاكرين لكم جدا مشاركتكم. انا كنت هتكلم في المهلة بس تعليق صريح بس. انت تتحمل بقى الغرامة بقى. طيب هو فعلا الفرق بين المهلة ومد المدة هو ممكن الناس يختلط على الامر، بس الادارات المالية في الدولة عارفة الفرق كويس. لما بيحصل ان مقاول ياخد مهلة في الفترة دي، الادارات المالية اوتوماتيكلي بتبتدي تخصم غرامة التأخير وتعليها تحطها في مكان لوحده كده، ولازم في دي بقى فترة ترقب ويشوفه. لو طلع قدم مبررات ان هو التأخير لسبب اجنبي تترد له تاني، لو مفيش ما قدمش حاجة ساعتها تخصم. هي دي مثلا بتأفكت الكاش فلو بتاع المقاول، وبالتالي بتؤدي الى انا ممكن اقول لا تأخير بقى من الجهة الادارية، لان هو يعني المقاول هيشتغل ازاي اذا كان المفروض يحصل له extension of time زي ما دكتور سلوى قالت في ساعات prolongation costs لو التأخير ده ناتج عن الجهة الادارية، سواء حتى لو كان في زي ما حضرتك تفضلت ده typical variation، وده مش variation، ده variation كمان جسيم يعني. فالمفروض معاه يكون في extension of time، مش هنستنى نعمل المهلة وكمان يتعلى المبلغ يعني. دي حاجات وكمان نص المادة بيقول في حتة المهلة، بيقول مهلة دون تحصيل مقابل تأخير، فهو النص في 182. أيوه تعليق ماشي تعليق، وبعدين يبقى ما هو دون تحصيل، ما هو مش هينفع يديله مهلة. أيوة. وبعدين يقولوا لا التعليه هتتخصم، احنا اسمها تعليه يعني، هي لسه هو تعليه هيحصل فيها ايه، مش في تو في اختيارين، مش هيصرفها بس هتفضل متجنبه على جنب يعني. عشان كده يعني في بس هترجع في وقت من الاول، الله اعلم بقى دي يعني. هو لو ما بررش يعني، هو لو اخذ مهله وبعدين ما بررش التاخير هيحصل ايه؟ هتتحصل. طب ايوه بس الماده بتقول دون تحصيل مقابل التاخير. ايوه هتتحصل برضو، هيحصله عليها بقى اسمها تعليه. ولهذا السبب يعني في عرف المقاولين لو في مقاول جه معاد انتهاء العقد ولسه ما طلعلوش قرار مد مدة، من مصلحته ما يقدمش مستخلص اصلا عشان ما يتعلاش منه مبلغ. في موضوع ممكن ده منفصل بقى، يعني مادة 180 من اللائحة التنفيذية بتلزم على الجهة الإدارية والمقاول تنفيذ العقد بموجب حسن النية. طبعا حسن النية بقى، هل ينفع حسن النية من الجهة الإدارية يعني تكون بتضر المقاول مش بتطلع مثلا زي ما حضرتك تفضلت مثلا يعني، لو في مده المفروض تتمد، لو في قرار لازم يطلع بسرعه يطلع بسرعه، والمقاول شغال بحسن نيه في تنفيذ، ما ينفعش ان يتضر. فدي دي طبعا ده موضوع بقى تاني خالص. ما ده اللي بقوله، ده اللي بقوله. انا عايز في مشاريع كتير دلوقتي شغاله بالاسعار الاسترشاديه، فعايز اعرف فين في القانون وازاي المشاريع شغاله على 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 اسعار استرشاديه ولجان دراسه الاسعار بالظبط. الحاجات دي مش كلها مش طيب انا عندي فالقانون ما تطرقش للاسف لكل الـ 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 يعني المواضيع ديت، ودي للاسف برضو المشاريع شغاله معظمها دلوقتي في المشاريع اللي هي معظمها يعني مش عايز يعني بتهيألي الناس كلها عارفة فيعني بعد إذنك يا دكتور وليد، عندي طلب من حضرتك. بما إن في روح التعاون بين الـ CIR والمركز،
وبما ان عديد من العقود الإدارية بالذات في المقاولات دلوقتي بقت فيها بند المركز وبند التحكيم، الكيس لو اللي هو ينقصنا في مجلس الدولة زي ما تفضل الزميل قال انها الفتاوي قليلة جدا، في كيس لو بالهبل هنا. فبتهيالي ده اكسرسايز رائع ومهول انه لازم يتطرق او لازم يبقى في البابليك لينا عشان نستخدمه بعدين. يعني صح، انا متفق مع حضرتك تماما. يعني يا اما مجلس الدولة يبقى اسرع علشان بعد كده نروح لمجلس الدولة في التعاقدات دي، او المركز بما انه confidential لازم يبقى فيه اكسرسايز نشيل اسامي الاطراف والعقد والكوانتم والحاجات دي ونعمل كيس له. اي سي سي بتعمل كده وده يبقى اكسرسايز بتهيالي رائع للجميع. ان في حاجات كتير قوي من الحاجات اللي احنا ردينا عليها حازم بيه وهو محكم بيرد عليها، المحامين بيتطرقوا ليها، المهندسين الاستشاريين او المقاعدين كمحكمين شافوها باستفاضه ونقشت، بس مش في البابليك دومين حرام. انا بس مسكت المايك بعد اذنكم فلازم اقول حاجه. بشكركم الاول. نعم، لا مهندس والله. بشكركم الأول على المحاضرة. محمد عبد الحق، هقول حاجة بسيطة. في اللائحة التنفيذية في قانون 89، اللائحة التنفيذية رقم 1367 مادة 78 اتكلمت على البنود في إطار 25% بلس أو ماينس، إمكانية تجاوز النسبة دي بموافقة السلطة المختصة والبنود المستجدة. زي ما الدكتورة سلوى تفضلت وقالت إن في القانون 182 اتكلم على في إطار بلس أو ماينس 25%، ما اتكلمش على لو بلس 25% وما اتكلمش على البنود المستجدة. انا بس هو ذكر البنود المستجدة على استحياء في المادة 62 من القانون، مش من اللائحة، قانون 182 الفقرة الرابعة. لو فتحتها هو بيقول في المادة 62 يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في اي من الحالات الاتية. رقم 4، عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ. دي نفس اللي كانت موجودة في قانون 89، بس هو هنا فصلها في حتة مبهمة جدا، في منطقة مبهمة مش يعني مش اي حد هياخد باله منها. وهل بينطبق على نفس النقطة دي البلاس 25% هيأخذ في الاعتبار انها بنود مستجدة وهيتم التعاقد عليها باتفاق الاتفاق المباشر ولا لا؟ ولو حصل وتم التعاقد عليها باتفاق مباشر، انا عندي كيس الجهه الاداريه بتلزمني ان اتعاقد عليها بنفس الاسعار العقد الاصلي، انا هقول ان ما فيهاش الزام. هي دي مساله تعاقديه بينك وبينه، ده تعاقد مباشر، مساله تعاقديه بينك وبينه بالسعر. انت بقى يعني بتقبل ان انت لاستكمال المشروع انت بتقبل السعر ده، ودي مساله تعاقدي. وده اللي انا بقول ان الحاله في القانون الجديد برضو بينفذوا نفس الحكايه بالوضع بالنسبه للبنود المستجده، بس التعاقد جديد. الالزام بالسعر بقى دوت عشان هو يغطي نفسه ان هو ما غطاش البند دوت، وعايز يلزمك بنفس الاسعار علشان ما يخشش في ديبيت هل هو ده السعر ده ولا لا، ولا لازم اعرض على حد تاني. هو ده الحل الامثل ليهم طبعا للجهة الادارية، علشان ما يقولش ان انا والله ممكن يبقى حد تاني ممكن ياخدها بسعر اقل، فبيبقى اسهل له لو انا حطيتها بنفس السعر ده. هيريح في تمام. طيب بالنسبة للنقطة في المادة 96 اللي كنا اتكلمنا عليها، الباشمهندس سأل عليها بخصوص ان التعديل بيتم في خلال مده تنفيذ العقد ولا يدخل فيها مده الضمان. انا بس كنت عايز اعقب على نقطه حضرتك قلتها. هو لا شك ان الدفع بعدم التنفيذ هو حق اصيل لاحد المتعاقدين في القانون المدني ماده 161 لو انا فاكر صح. طيب يعني لو احد المتعاقدين لم يقوم بالوفاء بالتزاماته التعاقديه، الطرف الاخر يجوز له الدفع بعدم التنفيذ. في العقد الاداري ما فيش مبدا الدفع بعدم التنفيذ. طيب انا دلوقتي انا كيس تعرضت لها في احد، الا زي ما الزميل قال صح صح مظبوط، اذا كان في ارهاق شديد تمام. فبيستطيع انه يتوقف عن وده صعب اثباته او هنخش في جدال يعني. تمام، انا هقول بس كيس بسيطه خالص تعرضت لها. انا تعرضت الكيس زي دي، كنت مقدم اكستنشن اوف تايم كليم وما جاليش عليه ديترمينيشن، والجهه الاداريه اصدرت لي تعديل او بلس او ماينس 25 على احد البنود بعد انتهاء مده العقد وانا ما جاليش ديترمينيشن.
وفي الحاله دي انا نفذت بناء على اللي صدر ده. وبعد ما نفذت لما جه وقت المحاسبه الجهه الاداريه رفضت تحاسبني علشان الموظف الحكومه لقى نفسه هيقع ان بريتش ان هو اصدر فاريشن في مده مش مده العقد. وعشان نوصل لحل وسط ما بيننا اتفقنا ان احنا نظهر الفاريشن ده بتاريخ قبل تاريخ الكومبليشن ديت بتاع المشروع، تاريخ قديم، وده ضيع حق المقاول. ان انا مش حاجه انا خلصت. يتكلم اولياء التعاقد، ده اولياء التعاقد في البيدنج ما بين المتعاقدين، ملوش دعوه باولويه المنتجات المصريه. احنا نشكركم جدا. بالتالي الناس اللي هم عايز يعدوا ماجستير مثلا، نسيت ماجستير او دكتوراه، الموضوع ده موضوع ينتظركم، يعني موضوع كبير جدا. ويعني بنشكركم جدا جدا للمشاركة. ألف شكر لكم هنا وأونلاين. ألف شكر. أشكركم جدا. السلام عليكم.